بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشباه. النهارده ان شاء الله هيكون عندنا حلقه مميزه. النهارده ان شاء الله عندنا احتفاليه بفريق 2006. احتفلنا قبل كده بفريق 2001 المتوج ببطوله دوري الجمهوريه. النهارده عندنا احتفاليه على قناه الاهلي ايضا مع فريق مميز جدا، فريق مليء بالمواهب، فريق 2006. ان شاء الله لما نستعرض في الاحتفاليه اهدافهم وابرز لقطاتهم هتقولوا فعلا عندنا فريق واعد صاعد، ان شاء الله يكون فيه لعيبه تمثل الفريق الاول قريب. بالمناسبه فريق 2006 فضلت المنافسه للحظات الاخيره مع فريق الانتاج الحربي، لكن يعني فريق النادي الاهلي في القرعه اللي اسفرت عن فوزه ببطوله الجمهوريه، النادي الاهلي توج ببطوله 2006. ما شاء الله، يعني الفتره دي النادي الاهلي بيعيش في افراح وفي انتصارات. يا رب يا رب يديمها دايما على النادي الاهلي وعلى جمهوره وعلى ادارته وعلى كل من يمثل النادي الاهلي، دايما نعيش في افراح وفي انتصارات. شفنا الجمعه السابقه النادي الاهلي وهو بطل السوبر الافريقي في مباراه كبيره جدا امام نهضه بركان المغربي، مباراه ما شاء الله لعيبه النادي الاهلي ظهر فيها معدن، لعيبه النادي الاهلي خاصه في الشوط الثاني اداء رائع، استحواذ، فرص، تسجيل الاهداف. شفنا محمد شريف وصلاح محسن واهداف رائعه ما شاء الله في الشوط الثاني، يعني لقطات حلوه جدا. لكن عايز افكر حضراتكم بالكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب في البرنامج الانتخابي وانا كنت حاضر، كانت وقتها الندوه دي كانت موجوده في النادي الاهلي بالجزيره، كانت النادي الاهلي الجزيره، وكان الكابتن محمود الخطيب بالاعضاء، وكان لسه التقدم والترشح لانتخابات النادي الاهلي. ووعد وقتها الكابتن محمود الخطيب قالها احنا جايين علشان نشتغل وعلشان نرجع البطولات الافريقيه الغايبه عن النادي الاهلي. 7 سنين، تخيل 7 سنين لما النادي الاهلي بتغيب عنه البطولات الافريقيه والسوبر الافريقي. بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وقت طويل، لكن مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب اشتغلوا من بدايه اليوم الاول على هذا الانجاز. بداوا يحضروا، بداوا النهارده جهاز اجهزه فنيه محترمه، لعيبه على اعلى مستوى، علشان نشوف دلوقتي النادي الاهلي هو بيتوج بالبطوله السبع في السوبر الافريقي. حلو قوي ان النادي الاهلي يتوج بالسوبر الافريقي، لكن الاحلى بقى اللقطه اللي هتفضل عالقه في اذهان الجماهير كلها في الوطن العربي، لقطه للتاريخ، لقطه للاخلاق، ان احنا نشوف كل لاعبي النادي الاهلي، وطبعا كان في المقدمه كابتن وليد سليمان وكل اللعيبه بعديهم، لقطه عفويه، وكل اللعيبه النهارده بتهدي الميداليه الذهبيه لرئيسهم ووالدهم واخوهم الاكبر الكابتن محمود الخطيب. زي ما اقول لحضراتكم دي لقطه للتاريخ، لقطه تفضل في اذهان كل الجماهير في الوطن العربي. اللقطه دي ما جاتش من فراغ. بالمناسبه الكابتن محمود الخطيب دايما داعم ومساند لهذا الجيل، دايما بيكون حاضر معاهم في التدريبات، دايما بيساندهم، وبيساندهم خلي بالكم وقت الشده اكتر من وقت الفرح. وقت الشده لما احنا شفنا كانت الهزيمه كبيره امام صن داونز في المباراه الاولى، والنهارده كان في انتقاد كبير للعيبه، والكابتن محمود الخطيب كان معاهم وداعم ليهم وسند ليهم، وفي المباراه الثانيه سافر معاهم كان على راس البعثه، وقدروا يحققوا الانجاز ويفوزوا بالبطوله التاسعه، وايضا كان معاهم في البطوله السوبر الافريقي. دلوقتي هنروح لواحد من اشهر معلق الوطن العربي اللي انا دايما بستمتع بيهم على المستوى الشخصي، الكابتن علي سعيد الكعبي. منورنا يا كابتن سعيد على قناه الاهلي، وبرحب بحضرتك. مساء الخير استاذ اسامه وكابتن اسامه، طبعا كابتن اسامه حسني، وما شاء الله يعني النادي الاهلي دايما بيجمع ابنائه في الملعب، وبيجمعهم كمان برضه في خارج الملعب. احنا شايفين القناه النادي الاهلي، القناه الجميله دي بتقدم خدمه كبيره، متابعه ايضا خارج الوطن العربي بصوره كبيره، فربنا يوفقكم، ومبروكين ايضا، مبروكين على الانجاز الاخير. وكلمه المباركه استاذ اسامه بقت مكرره، بقت معتاده عند النادي الاهلي، يعني ما بتمرش فتره، ما بيمرش عام الا بنقول مبروك للنادي الاهلي. وطبعا دي عادات وتقاليد قديمه بالنسبه للاهلاويه، انهم في كل سنه عندهم بطوله، عندهم بطولتين، عندهم ثلاث، وربنا يزيدكم وربنا يفرحكم ويفرح جماهير النادي الاهلي. امين يا كابتن سعيد. كابتن سعيد، حضرتك شفت ازاي مباراه الاهلي امام نهضه بركان المغربي؟ كانت مباراه كبيره وتتويج الاهلي بالسوبر الافريقي.
اكيد كانت يعني فعلا الماتش كان جميل. ممكن نهضة بركان قدم شوط اول ممتاز جدا، وربما ايضا بعض او اخطا فرصه كانت في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول، الكره اللي كانت بالراس كان ممكن نهضة بركان يتقدم في الشوط الاول بهدف. الشوط الثاني انا دائما بقول انه النادي الاهلي يعني بيبان اكثر في الشوط الثاني، مش عارف هل هي مثلا لياقه بدنيه، هل هو مثلا تكتيك مدرب، هل هو مثلا روح لعيبه، لكن دائما ودائما بقول كمان انه النادي الاهلي من اكثر الفرق في العالم اللي بتعرف تفوز في اخر خمس دقائق من الماتش، يعني دي برضه من مميزات النادي الاهلي. الشوط الثاني بالفعل كان النادي الاهلي هدف، انا اعتقد انه هدف لا يغادر الذاكره من محمد شريف، يعني اللعيب ده ربنا يحفظه من الغرور اولا، لانه حاجه 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 جميله جدا في كره القدم. طريقه الاستلام، طريقه الدوران، طريقه انه يسدد بدون ما يبص للمرمى، مش شايف حارس المرمى، مش شايف، لا هو 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 هو, هو, هو عامل حسابه قبل ما تجيله الكره هيعمل ايه، وهيودي المدافع فين، وهيركن الكره برجله الشمال فين. ده لعيب يعني انا حتى كتبت تغريده قلت انه بيرجعنا للمهاجمين الكلاسيكيين اللي احنا كنا بنعتقد كابتن اسامه انه مش ما عادوش موجودين في كره القدم. حاجه جميله جدا محمد شريف، ربنا يبعد عنه الاصابات، ربنا يبعد عنه الغرور، وانا اعتقد انه ممكن في 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 في, 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 في السنوات القليله الجايه انا اعتقد انه لابد انه يروح اوروبا، يروح على خطى محمد صلاح واللعيبه المشرفين الكره المصريه والعربيه في المحافل الدوليه ان شاء الله، بالرغم ان النادي الاهلي لا يقل اهميه عن الانديه الاوروبيه. كابتن علي، شاهدت المباراه لقطه هي الاروع، هي الاعظم في الوطن العربي، وكانت حديث الوطن العربي والرياضه العربيه. ماذا لو كان الكابتن علي سعيد الكعبي معلقا للمباراه وهو يعلق المباراة في لقطة إهداء لاعبي ونجوم النادي الأهلي ميدالياتهم للكابتن محمود الخطيب؟ يعني أنا أحط نفسي معلق للحدث. عايزين نستمتع بيك دلوقتي وحقيقة كأنك معلق للمباراة في هذه اللقطة. أنا مش هردك، لكن أنا برضو مش قدامي القناة، يعني أنا مش جايب قناة النادي الأهلي. ما عنديش تلفزيون في المكان، لكن أنا هتكلم كلام عام. الله 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 على المشهد الجميل ده، الصورة تغنيك عن ألف كلمة. لاعبي النادي الأهلي يقلدون محمود الخطيب الميداليات الذهبية، وكأنهم يريدون أن يقولوا أن الإنجازات تبدأ من هنا من عمل الإدارة. بيبو، أسطورة كرة القدم المصرية يتوشح بالذهب، ويا ما أهدى النادي الأهلي ألقابا من ذهب. هذا هو الوفاء بعينه، وهذه وهذا ربما هو السر الذي وضع النادي الاهلي في هذه المكانه عبر كل التاريخ. يعني هي بالمضمون ده، لانه انا والله مش قدامي التلفزيون يا كابتن اسامه. كابتن سعيد كتب تويته من كام يوم عن الكابتن محمود الخطيب وعن النادي الاهلي، احنا هنستعرضها دلوقتي عشان نشوفها. كانت تويته مهمه جدا يا كابتن علي. والله دي مكالمة برضو أنا تشرفت فيها من كابتن كبير محمود الخطيب، والراجل زي ما كان كلاعب هو برضو كرئيس في قمة التواضع، ربنا يديه الصحة والعافية يا رب. وهو ماشي على تقاليد النادي الأهلي، أنت عارف ما فيش رئيس للنادي الأهلي إلا وفاز بالبطولات. فلما تكون أسطورة زي محمود الخطيب كلاعب وتبقى رئيس في النادي الأهلي، مكانتك هي المكانة الكبيرة جدا. المكالمة كانت أهميته بالإنجاز، طبعا السوبر السابع في مشوار النادي الأهلي، والرجل قال الكلام جميل في حقي. أنا بتشرف فيه من شخصية كبيرة كابتن محمود الخطيب، وعلى وعد إن شاء الله تعالى نتقابل ونشوف بعض إن شاء الله على الطبيعة، وربنا يحمي الجميع من الـ من الـ من الـ من الكورونا يا رب العالمين، وتكون الامور ان شاء الله تعالى دايما. ان شاء الله. وكابتن علي سعيد الكعبي ما شاء الله يعني ليه جماهيريه وشعبيه كبيره عند جمهور الاهلي. كابتن علي، اخيرا
شايف مباراة الأهلي والترجي القادمة إزاي، خاصة يعني إن شاء الله الأهلي بيسعى لحصد البطولة العاشرة الأفريقية بالنسبة للنادي الأهلي؟ والله أكون صريح معك، هو ماتش متكافئ إلى حد كبير، يعني فريقين ربما من أكثر الفرق فوزا بالبطولة دي في السنوات الأخيرة. الترجي يبقى هو الترجي، يعني أنا اتفرجت شوية على ماتشه أمام بلوزداد الجزائري، طبعا هو خسر هناك 2-0 وبعدين رجع وفاز 2-0 وفاز بركلات الترجيع. عنده عناصر كويسة، يمكن طبعا فاروق بن مصطفى حارس المرمى، أيضا الحارس الاحتياطي بن شريفية، حمدي النجاز اللي كان ظهير أيمن في نادي الزمالك، خالد الشمام طبعا مدافع دولي تونسي، أنيس بدري، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، اللاعب الليبي الممتاز جدا حمدو الهوني، اللاعب الوسط المالي كوليبالي ممتاز جدا ايضا في خط الوسط، والمهاجم الغاني باسيت. انا اعتقد انه فريق الترجي فريق محترم جدا. كون في مباراتين رايح جاي كابتن اسامه، انا اعتقد انه الحظوظ دائما بتكون متكافئه مع ربما افضليه بالنسبه لنادي الاهلي. يعني نشوف ثبات التشكيله ما شاء الله، يعني بالنسبه للنادي الاهلي الحارس الكبير محمود الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، ياسر ابراهيم، طبعا رامي ربيعه، ايمن اشرف اللي بيلعب دلوقتي لانه ايضا علي معلول في الفتره الاخيره ربما على مستوى الاصابه، محمد مجدي افشه، طبعا اللعيب اللي ربما كثير من الناس ما بيشعروش بدوره اللي هو اليو ديانج لعيب مهم جدا في خط الوسط، عمرو السوليه، طبعا حسين الشحات اللي انا شخصيا بتمنى يرجع، حسين الشحات اللي نعرفه كلنا لانه هيرجع ان شاء الله، حاجه كبيره جدا في كره القدم، وربنا ربنا ربنا يديله على قد نياته. محمد شريف وصلاح محسن، يعني الكوكتيل اللي فيه الشباب وفيه الموهبه وفيه يعني غريزه انك تسجل الاهداف من اكثر الطرق. انا اعتقد انه ماتش متكافئ جدا كابتن اسامه، هو بعطي شخصيا ربما افضليه ولكن مش كبيره يعني لفريق النادي الاهلي، لانه دائما النادي الاهلي عنده القدره على التعامل مع ظروف المباريات وخاصه المباريات المهمه جدا. واحنا نتمنى ان شاء الله التوفيق للاعبي النادي الاهلي، وانا اتفق معاك يا كابتن علي انها تكون مباراه متكافئه 50-50 ما بين الاهلي والترجي، وهي هتكون مباراه صعبه. كابتن علي سعيد الكعبي المعلق الرياضي الشهير في الوطن العربي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كانت مداخله مهمه جدا بين فيها الكابتن علي سعيد الكعبي اهميه النادي الاهلي، وقال كلمه مهمه جدا، دايما انتصارات النادي الاهلي بتبدا من الاداره، علشان كده شفنا لقطه اهداء لاعبي النادي الاهلي ميدالياتهم للكابتن محمود الخطيب، ويا رب دايما يعني النادي الاهلي في افراح وفي انتصارات. بالمناسبه كمان علشان الفتره دي في كلام كتير عن محمد مجدي قفشه واصابته، اخباره ايه، هيرجع، طب مين البدائل الموجوده؟ باكد لكم من هنا ان شاء الله محمد مجدي قفشه في استجابه كبيره جدا للعلاج. النهارده الورم اللي كان في الانكل او في كاحل محمد مجدي قفشه الحمد لله نزل بنسبه كبيره جدا، ان شاء الله محمد مجدي قفشه هيكون متماثل ان شاء الله في الملعب، وهيكون موجود في التدريبات الجماعيه في خلال 10 ايام من دلوقتي ان شاء الله. في استجابه كبيره جدا للعلاج، وهيكون متواجد كمان قبل مباراه الترجي يوم 19، وهيشارك مع اللعيبه في التدريبات ان شاء الله. هيكون موجود محمد مجدي قفشه، هو كمان لعيب مهم جدا 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 داخل فريق النادي الاهلي. هنروح بقى لاخبارنا، اخبار الناشئين في الصحف والمواقع. هنبتديها مع المنتخب الاولمبي من البوابه نيوز، 30 لاعبا في قائمه المنتخب الاولمبي في معسكر الاعداد للاولمبياد. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي القائمه محمد صبحي، محمود جاد، عمر صلاح، مصطفى شوبير، اسامه جلال، محمد عبد السلام، محمد عبد المنعم، احمد رمضان بيكهام، محمود الجزار، كريم العراقي، عمار حمدي، احمد ابو الفتوح، كريم فؤاد. في خط الوسط اكرم توفيق، احمد سعيد، ناصر ماهر، حسن علي، محمد صادق، رمضان صبحي، احمد عبد القادر، ابراهيم عادل، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، فوزي الحناوي. في خط الهجوم مصطفى محمد واحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر ماهر وفادي فريد.
المنتخب مصر يدخل معسكر مفتوح ايام 2 و3 و4 يونيو. المعسكر المغلق هيبتدي من يوم السبت يوم 5 يونيو، هيكون مباراه مهمه جدا امام جنوب افريقيا، تكون مباراه ان شاء الله مباراه مهمه جدا. زي ما احنا عارفين مع حضراتكم ان القرعه اصفرت في اولمبياد طوكيو عن وجود منتخب اسبانيا واستراليا والارجنتين في قائمه منتخب في مجموعه منتخب مصر. طبعا عايز ارجع لحضراتكم او ارجعوا لي كده بالكاميرا لو سمحت يا دكروري، القايمه بتاعت الكابتن شوقي غريب 30 لاعب، انا قلت دلوقتي 29، في لاعب ما حبيتش ان انا اقوله على الهواء. لاعب كنت اتمنى من الكابتن شوقي غريب انه يستبعده لسبب اخلاقي، واحنا دايما هنا بنعلي الاخلاق فوق الرياضه. كابتن شوقي غريب كان اعلن قبل كده لما عمل الواقعه دي وكانت وقف، قال هو مستبعد من المنتخب الاولمبي حتى كمان من القايمه اللي هتروح الاولمبياد في طوكيو. كابتن شوقي غريب رجع في كلامه تاني وضم اللاعب. بالمناسبه كان في نقاش ما بين الكابتن شوقي غريب والجهاز الفني، الجهاز الفني المعاون ليه، وما كانوش مرحبين بوجود اللاعب. اللاعب عمل في مباراه الاهلي والزمالك في نهائي دوري الشباب لقطه غير اخلاقيه، كنت اتمنى من الكابتن شوقي غريب ان يستبعده، خاصه ما شاء الله ان عنده قايمه. احنا بنقول منتخب الاولمبي مش رايح عشان يمثل تمثيل مشرف، لا ده احنا بالقايمه وبالاسماء دي واللعيبه المحترفه دي ومصطفى محمد واحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي ويعني مش عايز انسى ومحمد صبح في حراسه المرمى وجاد، مش عايز انسى الناس كلها، وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وخاصه كمان بنتكلم عن ثلاثه مرشحين كمان يكونوا موجودين مع هذا الفريق. فاكيد المنتخب الاولمبي مش رايح علشان تمثيل مشرف، رايح علشان يحصد ميداليه، وده اللي باكد عليه الكابتن شوقي غريب، واحنا ان شاء الله قادرين على هذا، يعني ان احنا نروح ناخد ميداليه في الاولمبياد. نروح للخبر الثاني، وايضا هيكون هنشوفه مع حضراتكم مع منتخب الشباب فريق 2003. نروح نشوف الخبر مع بعض. ده منتخب الشباب مع الجزائر والنيجر وموريتانيا في مجموعه واحده لكاس العرب، اجريت مراسم قرعه كاس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما على هامش اقامه المباراه النهائيه لكاس العرب للصالات. ومن المقرر ان تقام كاس العرب للشباب التي ينظمها الاتحاد العربي لكره القدم بمصر خلال الفتره من 20 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين. القرعه بتاعت منتخب مصر تضم مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر. دي هتكون بطوله مهمه جدا للكابتن محمود جابر. كابتن محمود جابر لسه احنا ان شاء الله منتخب الشباب او منتخب 2003 قدامه حوالي سنتين لما يلعب اول مباراه رسميه، لكن البطوله دي هتكون خير اعداد ان شاء الله لمنتخب في مواهب كبيره. والكابتن محمود جابر كمان من المدربين المحترمين انه ان شاء الله قادر يصنع جيل للكره المصريه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل ابدا بقى في استقبال الجهاز الفني، وانتظرونا في احتفاليه كبيره النهارده مع فريق 2006 المتوج ببطوله دوري الجمهوريه، ولكن بعد الفاصل. وصلت فرق ناشئي الأهلي حصد الألقاب بعد نجاح مواليد 2006 في التتويج ببطولة الجمهورية لهذا الموسم بعد مجهود كبير ومنافسة شرسة مع نظيره الإنتاج الحربي. لم يكن التتويج بالبطولة سهلة أو ضربة حظ نتيجة حسمه بنظام القرعة، ولكنه كان نتاجا لخطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى داخل القطاع. والبداية كانت مع اختيار خالد بيبو مديرا للقطاع، ثم اختيار بروكيتش خبيرا فنيا، وتمت الهيكلة ودمج بعض الفرق لزيادة التركيز على صنع أجيال للقلعة الحمراء. ورغم أن خطة التطوير كانت في عامها الأول، لكنها حققت أهدافها بنسبة كبيرة، وقد توج فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 رسمية بلقب بطولة الجمهورية، بعدما حسمت القرعة التي أجريت بمقر اتحاد الكرة اللقب لصالحه على حساب الإنتاج الحربي. وكان فريق الأهلي مواليد 2006 قد أنهى بطولة الجمهورية متصدرا الترتيب بالتساوي مع نظيره الإنتاج الحربي برصيد 19 نقطة لكل منهما، وسجل كل فريق 17 هدفا مقابل 12 هدفا في مرماه، ليتساوى الفريقان في عدد النقاط
ونتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف والأهداف المسجلة وأيضا التي استقبلها كل فريق ليتم اللجوء للقرعة وفقا للائحة اتحاد الكرة والتي حسمت اللقب للأهلي. وجمع فريق أهلي 2006 نقاطه من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراة واحدة والهزيمة في 3 مباريات. ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2006 كل من سيد غريب مديرا فنيا وأسامة زكي مدربا عاما وأحمد صديق مدربا مساعدا ومحمد فتوح مدربا لحراس المرمى وأحمد جبلله طبيب وعمار فتحي إداري وأحمد ممدوح مدلك وطه محمد معد بدني. اليوم نحتفي في الأشبال بفريق 2006 بعد تتويجه بطلا للجمهورية. السنة دي عندنا فيه اهتمام كبير جدا بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، والاهتمام بدأ من لجنة التخطيط وكابتن محمود الخطيب، علشان كده احنا شايفين فيه حصد للبطولات داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. ما شاء الله فريق 2001 توج بطولة، 2006 اللي احنا بنحتفل بيهم النهاردة، كمان 1999 اللي كان منتظر المباراة الفاصلة أمام الزمالك، وفريق 2003 هو الفريق الذي لم يوفق ولكن خسر البطولة في الجولة الأخيرة، لكن ما شاء الله فريق برضو رائع. السنة دي بنشوف كمان ناشئين بتصعد الفريق الأول مع موسيماني، اللي احنا ما كناش شفناه من زمان أو من فترات كبيرة بنشوفه السنة دي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، فيه اهتمام كبير، وده كمان بنشوفه مع الفريق الأول أحمد نبيل كوكا اللي ما شاء الله موجود ولعب كمان مع موسيماني، كمان في لعيبة يعني تم إعارتها بتأدي على أعلى مستوى من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، هترجع السنة الجاية وتكون موجودة مع الفريق الأول. علشان يكون في نجاح لازم يكون في تخطيط سليم. خلونا نرحب بقى بأبطالنا والجهاز الفني كمان اللي حصدوا بطولة 2006 السنة دي في دوري الجمهورية، ونبتدي من على اليمين بكابتن طه نوح مخطط الأحمال. مشرفنا من نورنا على قناة الأهلي يا كابتن. شكرا يا كابتن، شرف ليا ان انا ابقى موجود في قناة النادي الأهلي وان انا ابقى موجود مع حضرتك. شرف كابتن عمار فتحي المدير الإداري، ألف مبروك ومنورنا على قناة الأهلي. الله يبارك في حضرتك يا كابتن، ومبروك للنادي الأهلي ولقطاع الناشئين خاصة. دكتور احمد جبلله طبيب الفريق، الف مبروك ومنورنا على قناه الاهلي. الف مبروك يا كابتن، وشرف لينا وجودنا في قناه الاهلي، والف مبروك لينا جميعا. كابتن اسامه زكي المدير الفني، ما شاء الله احنا نقول مدير فني مع 2008 ولا مع 2006 وما شاء الله عامل نتائج رائعه، الف مبروك على 2006 السنه دي، وكمان يعني منورنا على قناه الاهلي يا كابتن اسامه. ربنا يخليك يا كابتن، سعداء بوجودنا مع حضرتك ومتشكرين على الاحتفاليه، متشكرين لحضرتك ومتشكرين لقناه النادي الاهلي. شكرا كابتن. عبد الرحمن عماد النحاس ابن الكابتن عماد النحاس، منورنا على قناه الاهلي يا عبد الرحمن. الحمد لله، برضو انا شرف ليا ان انا اكون مع حضرتك النهارده. وانتم مشرفينا النهارده. نبتدي بقى يعني بالمدير الفني كابتن اسامه زكي. كابتن اسامه الف مبروك، السنه دي انت توليت 2008 وبعد كده تم التغيير وكنت موجود مع 2006، لكن السنه دي بروكيتش المدير الفني الاجنبي عمل حاجه حلوه السنه دي، ما بقاش كل مدرب مختص في فرقته بس، لا كانت كل الفرق قريبه من بعض، علشان دايما كل المدربين تعرف اللعيبه. لما توليت 2006 وكملت معاهم المشوار مع كابتن سيد غريب، ما شاء الله ما زالت الانتصارات موجوده بالرغم انها كانت بطوله صعبه. طبعا بحمد ربنا وبشكر فضله طبعا على بطوله صعبه وموسم صعب بالنسبه للقطاع كله. بس في البدايه طبعا انا الكابتن خالد بيبو كان بالاجتماع اللي في اول اجتماع مع مستر بروكيتش طبعا كان مفهمنا ان احنا باكج واحده، ان احنا قطاع ناشئين واحد، اي فرقه بتاخد البطوله بينسب للمدربين كلهم. وطبعا كان من البدايه خالص ان كان في تقارب بين المدربين وبين الفرق، وده مستر مايكل طبعا كان عامل سيستم في البدايه. فكل المدربين كانوا ماشيين على نفس السيستم. الحمد لله رب العالمين، يمكن انا بدات مع 2008. الحمد لله رب العالمين، فضل من ربنا، يمكن من احسن فرق البراعم في مصر. خدنا دوره زد في اول الموسم، وبعد كده استمرينا في الـ في الـ في الدوري، عملنا نتائج كويسه قوي لغايه ما الدوري طبعا جه اتاجل. حصل بعض التغييرات في الجهاز طبعا نتيجه الكابتن ياسر رضوان ساب الفرقه في 2001. كابتن سيد غريب طبعا كان بادئ مع فرقه 2006، بعد كده راح 2001. بعد كده راح 2001. بس طبعا انا بحب اشكر الكابتن سيد غريب على المجهود الكبير اللي عمله مع فرقه 2006. انا كنت عارف الفرقه دي من السنه اللي فاتت. كابتن سيد عمل مجهود كبير مع الفرقه ما شاء الله في فتره الاعداد وفي اختياراته للعيبه، لعيبه مميزه كلهم،
ما شاء الله، فما كانش صعب عليا. هي كان فيها شويه صعوبه طبعا ان انا اخش على على على, على فرقه في نص الموسم فرقه نتائج عامله نتائج كويسه جدا، لكن الحمد لله كان في ثقه من الكابتن خالد ومستر مايكل اللي انا اكمل. الحمد لله رب العالمين كملنا على نفس المنوال وعلى نفس السيستم اللي حطه مستر مايكل، والحمد لله كانت النتائج يعني ماشيين اول بفضل ربنا لغايه القرعه ديت طبعا، والحمد لله رب العالمين ربنا كلم مجهودنا بالنجاح في الاخر. ما هو خلي بالك علشان القرعه عشان انتوا تعبتوا ربنا يعني وفقك وفى النادي الاهلي في القرعه كمان. طبعا الحمد لله يعني ناس كتيره تعبت من جهاز فني، مستر مايكل في البدايه، كابتن خالد بيبو طبعا كان داعم لينا وداعم لكل المدربين في النادي، كان ورانا بصراحه في كل ماتش، مستر مايكل كذلك برضو، الجهاز الفني كله طبعا، اولا الكابتن سيد غريب. قعد معاك كابتن سيد وهو بيسلمك فريق 2006؟ والله كان انا كان الكابتن احمد صديق، طبعا الكابتن سيد كان مشغول ب 2001، فانا الكابتن احمد صديق كان مدرب العام طبعا، هو بشكره طبعا لان هو اللي اداني فكره كبيره عن الفرقه، لان الفرقه طبعا انا كنت متابعها بس طبعا في الديتيلز والتفاصيل طبعا كان الكابتن احمد صديق كان معايا، وما كانش مدرب عام، هو الكابتن احمد صديق كان معايا يعتبر احنا الاثنين كنا شغالين مع بعض. ربنا وفقنا، مسكت الفرقه 9 ماتشات الحمد لله، استمرينا اول لغايه ما الكابتن سيد غريب خلص 2001 ونزلنا اشتغلنا مع بعض في اخر حوالي 4-5 ماتشات، والحمد لله ربنا كلل جهودنا كلنا بالبطوله، يعني مجهود النادي ومجهود الفرقه ومجهود مجلس الاداره ومجهود ناس تعبت، فربنا انا حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى القرعه دي ربنا مش عايز يضيع مجهودنا برده كده، فبحمد ربنا بشكر فضله. وعجبني قوي الروح كمان اللي بتتكلم بيها عن الكابتن سيد غريب والكابتن احمد صديق باقي الجهاز الفني طبعا. نروح بقى للكابتن محمد فتوح طبعا، مدرب حراس المرمى برضو، كابتن احمد صديق، كابتن طه، كابتن عمار، دكتور جبالله، الناس كلها طبعا بصراحه يعني عشان مش هنسى العمال كل الناس بصراحه يعني مجهود كبير. هروح بقى للكابتن طه نوح، يعني مخطط الاحمال شيء مهم جدا لما نشوف كمان اهتمام النادي الاهلي بقطاع الناشئين ان يكون في موجود مخطط احمال. دلوقتي الاحمال مهمه جدا للناشئ الصغير، خاصه كمان كابتن طه ان احنا مرينا بفتره كورونا، توقف دوري ترجع تاني، حته الاحمال وحته اللياقه البدنيه كانت مهمه جدا للاعبين خلال الموسم. اولا فعلا احنا مرينا بموسم كان صعب شويه بسبب كورونا والاجواء اللي كانت بتمر بيها البلد. بس عايز اخد من كلام حضرتك الفتره اللي احنا فعلا كل الناس وقفت فيها او الفتره اللي الدوري اتاجل فيها، احنا يمكن من الفرق اللي احنا ما وقفناش، فضلنا شغالين على طول، الدوري كان متاجل مش عارفين الدوري هيرجع امتى. فما عملناش زي الفرق الثانيه او الانديه الثانيه ان احنا وقفنا الشغل بتاعنا، بقينا شغالين على طول انه الدوري ممكن يرجع الاسبوع الجاي، ممكن يعني ده ما وقفش تدريباته، ما وقفناش التدريبات بتاعتنا، فضلنا شغالين على طول، وده كان سبب برضو كبير ان احنا يعني نكسب الماتشات اللي كانت باقيه لينا كلها. الاولاد حافظوا على العناصر البدنيه بتاعتهم، ما فيش حد وقع مننا بدنيا يعني، فده كان جزء كبير جدا راجع في ان احنا ما وقفناش وفضلنا شغالين على طول. كان مهم جدا معسكر الاعداد اللي في اسماعيليه اللي في بدايه الموسم، ده اللي انتوا بنيتوا عليه مدار الموسم كامل. نهار النادي الاهلي شفنا بدايه الموسم كان في معسكر اعداد على اعلى مستوى كانه فريق اول بالظبط، وكان فيه اهتمام كبير في الفتره دي. ده حقيقي، اول فتره الاعداد كلها طبعا بيبقى المعسكر ده بيخلينا ناخد راحتنا في الشغل. يعني كنا اتفقنا ان احنا نعمل تمرينين، كنا بنتمرن الصبح ونتمرن اخر النهار، وكان في شغل كتير جدا، كان برضو في جيم معانا، كانت كل الاجواء متوفره لينا. فده طبعا كان ساعد بصوره كبيره ان احنا نعمل فتره اعداد كويسه. تمام. كابتن عمار فتحي المدير الاداري، احكي لنا بقى عن القرعه. القرعه دي كانت لحظه مهمه جدا، دي اهم لحظه واهم لقطه في الموسم كله، تعب السنه كله يعني كان في القرعه دي. والنهارده انا ما كنتش برضو مع الاتحاد الكره او مع اللائحه اللي موجوده، كان الافضل ان يكون في مباراه فاصله، والنادي الاهلي يعني وقتها طلب من اتحاد الكوره يكون في مباراه فاصله، لكن الانتاج الحربي وقتها قالوا ان اللعيبه خلاص خدت راحه واحنا مش يعني مش هنقدر نجمع اللعيبه، فخلاص نروح للقرعه، عشان كده ربنا وفق النادي الاهلي للي تعب. قول احكي لنا بقى عن موضوع القرعه ده. اول حاجه كابتن تحياتي لحضرتك وتحياتي لاداره القناه واداره النادي. دي لقطات انت بتتكلم عن القرعه، اتفضل. انا كنت موجود فيها يا كابتن. انا عايز اقول لحضرتك دي اصعب لحظه مرت خلال الموسم كله. يعني الموسم كله احنا مرينا بلحظات صعبه كتير، بس الحمد لله الكابتن خالد بصراحه كان واقف في ظهرنا. يعني الحمد لله قدر يحل لنا كل المشاكل. بالتالي قدر يزيل الصعوبات كلها، الحمد لله والشكر لله، يعني مع باقي الجهاز الاداري والجهاز الفني، الحمد لله يعني كان في تعاون كبير بيننا يعني الحمد لله. بس لما حضرتك يكون
نهايه الموسم بقرعه. تعب السنه كله في قرعه، فدي صعبه جدا يا كابتن. لو في ماتش يا كابتن حضرتك عارف امكانيات، الحمد لله والشكر لله، مازالت بمجهودك لو مباراه بالظبط حضرتك عارف مجهودك الحمد لله، انت تعبت ازاي واشتغلت ازاي وماتشاتك ازاي وكل ده، فبيتهيألي القرعه دي يا كابتن كانت صعبه جدا بالنسبه لك. عملت ايه بعد ما لقيت النادي الاهلي طلع في الورقه كده؟ الكابتن خالد بيبو كان قاعد جنبي. مين اللي كان قاعد جنبك؟ الكابتن خالد. الكابتن خالد بيبو. فاللي كان بيشوف القرعه فرفع الورقه طبعا النظر مش جايب النادي الاهلي، فالمفروض ان القرعه مكتوب فيها الاهلي مثلا، الورقه مكتوب فيها الاهلي. لا طبعا الكابتن خالد بيبو قاعد جنبك. بالظبط يا جماعه. كان مكتوب احنا متوقعين يا الاهلي في ورقه او الانتاج الحربي في ورقه. فبنبص كده في الورقه، القرعه مش جايبه، العين مش، النظر مش جاي، شايف النادي الاهلي. فبنبص كابتن خالد مسك رجلي كده، قلت له طب ده وبعدين دلوقتي؟ بندقق قال الف مبروك للنادي الاهلي. دي يا كابتن كانت لحظه، دي كانت لحظه. الكابتن عماد انور حكى لي على الموقف ده، بيقول لي ان القرعه الورقه صغيره، فهو متعودين القرعه مكتوب فيها الاهلي، فمكتوب فيها كلمتين، فعمال بيقول لي انا شايف من بعيد كلمتين، كل شايف يا كابتن النادي الاهلي بالظبط. فطبعا على الاساس ده كلهم كانوا مخضوضين على اساس الانتاج الحربي. فدي قدر كلمه الاهلي كلمه واحده، كلمه واحده انت مش شايفها من بعيد، الانتاج الحربي كلمتين. ما كتبوش نادي الانتاج الحربي، لا هو كاتبين النادي الاهلي والانتاج الحربي. يا كابتن دي كانت صدمه بصراحه، ان تشوف كده وتعب السنه كله يضيع كده. حضرتك لما بتفكر من اول يوم احنا ابتدينا فيه اشتغلنا وتعبنا، طلعنا معسكر، كنا في المعسكر ده اشتغلنا 16 تمرينه في اسبوع، غير الجيم، غير المعسكر الاعداد، معسكر الاعداد بتاع اسماعيليه كان معسكر على اعلى مستوى الحمد لله والشكر لله. فدي طبعا يا كابتن بتبقى صدمه لما تعب كل ده يعني يروح كده في لقطه زي دي، طبعا صعبه جدا يا كابتن. هو ربنا بيكفي، بس ربنا الحمد لله كرمنا. تعال نشوف مع بعض كده جدول ترتيب المسابقه زي ما هو معروض قدام حضراتكم كده. الاهلي لعب 10 مباريات، فاز في 6، تعادل في مباراه، هزيمه في 3 ماتشات، له 17 هدف وعليه 12 هدف. المركز الاول ب 19 نقطه. الانتاج الحربي في المركز الثاني 10 مباريات ايضا في 19 نقطه في المركز الثاني. علشان كده الانتاج الحربي والاهلي تساوي. لو احنا هنشوف الاهلي 10 الانتاج الحربي 10 مباريات، 6 فوز، تعادل في مباراه، هزيمه في 3، له 17 هدف وعليه 12 هدف، فارق 5، 19 نقطه في المركز الثاني. الاهلي والانتاج زي بعض، انتوا ايه كنتوا ايه؟ تمام يعني كابتن. ماشيين بالظبط. هي جت اخر ماتشين يا كابتن وقصرت معانا يعني حتى ماتش الذهاب برضو خسرنا احنا من نتاج الحرب 2-0 هناك، كسبناهم عندنا، لا كسبناهم عندهم يا كابتن، كسبنا هناك في الانتاج 2-0. طيب نشوف المقاولين العرب، 10 لعب 10 مباريات، فاز في 4، ترتيب الثالث ب 16 نقطه. الترتيب الثالث الزمالك في المركز الرابع، لعب 10 ماتشات، 11 نقطه. انبي في المركز الخامس، 10 مباريات، 11 نقطه. المصري في المركز السادس. دكتور احمد جبالله، ازيك يا كابتن؟ البدايه بقى الطبيه بتبتدي من بدايه الموسم، وبيكون في قياسات طبيه للفريق وفي استعداد. احكي لنا بقى عن الاستعدادات اللي بتكون قبل بدايه الموسم والترتيب للموسم والقياسات الطبيه اللي دايما النادي الاهلي بيهتم بيها في الناشئين. هي مبدئيا اللعيبه اغلبها مش جديده على النادي، فاغلبهم مكملين قبل كده، لكن اللعيبه الجديده كلها بتعمل لها فحوصات دم ونطمن على ما فيش اي عروق خلقيه، لو في حاجات اصابات قبل كده بنتعامل معاها. كل لعيب عنده فايل كامل بحالته الصحيه، سواء تحليل دم وفحوصات وكل الحاجات موجوده عندنا في فئات النادي. بنتعامل مع اللعيب لو في عنده حاجه في الجهاز نظام التغذيه بتاعه، بنتعامل معاه كل لعيب على حده. الموضوع الشامل بقى في اللعيبه الانتظام الغذائي التغذيه والاعداد البدني بيتفق مع كابتن طه على حسب كل لعيب وعلى حسب درجه المنطقه المركز بتاعه الخاص بيلعب فيه ايه، سواء سترايكر ولا ديفندر ولا استمراريه اللعب بتاعته. كانت لنا ناقص السنه دي الصراحه، كان حظنا واحد شويه في الاصابات، كان في اصابات كتير، كان في اصابات اغلبها اصابات عظميه كسور مش اصابات عضليه. يعني ما تسلم دكتور طه، يعني السنه دي كان اول فتره يتعرض سن ده
يلعب ماتشين كل 3 ايام وفي رمضان الساعه 9 كل 3 ايام كانوا فرقه كبيره في سن 14 سنه ده صعب جدا وفي رمضان كنا لازم يعني يوم الماتش ده خلاص اللعيبه كلها بتتجمع يوم فطار في النادي ونفضل قاعدين قبل الماتش سواء نتحرك او نلعب في النادي عندنا فالموضوع الحمد لله يعني عدى معانا بخير مفيش اي اصابات عضليه غير لعيب واحد كانت لازم كنت يذكر والحمد لله دلوقتي في فتره التاهيل ويلعب المنتخب لكن في نص الموسم الاصابات كانت كسور ودي كانت قضيه بس الحمد لله استفدنا من فتره التوقف ان احنا تعاملنا معها اللعيبه الحمد لله بقت كويسه وعملنا معها درجه تاهيل عاليه فالحمد لله رجعوا لانهم كانوا كلهم في القوام الاساسي فلعبوا الماتشات كلها كامله الحمد لله بدون اي رجوع للاصابه. طب دورك الطبي بقى في التوعيه مع اللاعبين في فيروس كورونا انت لازم النهارده تكلم اللعيبه ازاي يحمي نفسه ازاي الاجراءات الاحترازيه علشان يقدر يكون موجود وما يتعبش في مرات. كان دورك مهم في النقطه دي برضه. هو قبل دوري كمان الصراحه كابتن خالد وبيبو من اول الموسم والدكتور اسامه احنا عاملين اجراءات احترازيه في النادي من على بوابه النادي يعني من اول موضوع كورونا لبوابه النادي بقت بره محطوط فيها قياس الحراره والتعقيم فتره بيس. الجزء الاكاديميه اللي فيه البرايم برضو في بوابات وفي قياس درجه حراره للاولياء الامور كمان اللي هم بيحبين يدخلوا مع السن الصغير في البرايم. اللعيبه نفسها طبعا ما فيش حد بيدخل النادي غير لابس كمامه بيتقاس درجه حراره اللاعب كل يوم كل قبل التمرين. تنبيه بقى لان الحمد لله يعني اللعيبه قريبه مني زياده عن اللزوم فلا يعني بيعرفوا الموضوع بجد وبياخدوا بالهم جدا لان هم بيبقوا خايفين على نفسهم وخايفين على اهلهم. كويس. ونفس الفكره انت لو لازم تبقى خايف على نفسك وخايف على اهلك وتخاف على فرقتك. تمام. فكان بيحصل عليه ظهور اي اعراض فعلا كنا بنبدا معاه بقى الفحوصات ولو حتى شاكين بنسبه 50% ده بيتعزل اسبوع اسبوعين ويتعمل له تحاليل ومسحه ويرجع سلبي وبيلعب معنا تاني الحمد لله. عبد الرحمن اخبارك ايه؟ الحمد لله. عبد الرحمن عماد النحاس الاول شفت ابوك بيلعب ولا ما شفتوش؟ اول ما حضرتوش بس شفت ليه ماتشات شفت له ماتشات مسجله. كابتن عماد النحاس ده خلي بالك كان من اللعيبه ما شاء الله اللعيبه الكبيره يعني انا شرفت ان انا كنت موجود معاه في الملعب اولا شخصيه اخلاقيه يعني على مستوى عالي جدا وكمان كان لعيب ما شاء الله يعني حاجه رائعه. قول لي بقى انت مركزك ايه في الملعب؟ انا مركزي بلعب طرف ملعب يمين وشمال والحمد لله بلعب كمان فيرو كمان مهاجم يعني في الحته اللي قدام دي ملعب تلت سجلت اهداف في الموسم ده؟ سجلت جونين والحمد لله الجونين دول كانوا المكسب بستة بوم. ده ماتشات ايه قول لنا؟ ماتش البنك الاهلي كنت كابتن سيد وكابتن احمد صديق كان منزلني الشوط الثاني كان مقعدني عشان هو عارف اسمه ده عبد الرحمن اللي هيعمل لي الفرق وهو فعلا اول ما نزلت عملت اسيست ليوسف السيد بعد كده ده كان ماتش البنك الاهلي ده ماتش البنك الاهلي والماتش الثاني ماتش سموحه في الدقيقه 94 خلاص اخر كان اخر ثواني والحمد لله جت على يميني وانا لعيب اشهر بس الحمد لله عرفت احطها كويس. طب قول لنا بقى الماتش الاصعب كان السنه دي ايه؟ ماتش انتوا وانتوا كلاعيبه كده كنتوا قاعدين عاملين حساب للمباراه هو كل الماتشات ده الهدف ده الهدف اللي كان في مباراه سموحه كان جاي في اول دقايق من الماتش بس الحمد لله جبنا جونين. الماتش الاصعب كان ايه يا عبد الرحمن؟ والله كل الماتشات كانت صعبه بالنسبه لنا مفيش حاجه اسمها ماتش سهل وننزل كل الماتشات كنا نازلين الماتش ده صعب الفرقه دي احسن مننا اللي احنا ننزل نموت نفسنا عشان الثلاثه بونت. كويس. استفدت ايه بقى انت اشتغلت مع كابتن سيد غريب في الاول وبعد كده كابتن اسامه زكي انضم ليكوا في الـ في الـ في النص الثاني من الموسم وبرضه في فتره صعبه استفدت ايه من الكابتن سيد غريب والكابتن اسامه زكي؟ والله الكابتن سيد غريب اخذت منه ثقه الملعب وازاي اكون كابتن فرقه وكابتن اسامه زكي اخذت منه خبرات برضه قدام الجون ازاي افنش على الجون وكابتن احمد صديق كان على طول كل تمرينه كنا نتمرنها يقول لي ازاي احطها في البعيده وما احطهاش في الضيقه كان كله يعني حاجات قدام الجون اللي كان بيقول لي اعمل ايه فيها بالراحه وده فعلا اللي حصل قدام الجون في ماتش البنك الاهلي وماتش سموحه كان بياخدوك بعد التمرين ويزودوا لك انت والمهاجمين اللي معاك فعلا ده حصل كابتن اسامه زكي خدني حوالي نص ساعه بعد التمرينه كله على الجون فيرست تايم وعلى الطاير والكوره ازاي استلمها والف بيها وكابتن سيد برضه نفس الكلام وكابتن احمد صديق. كابتن اسامه وانت بتدير المباريات بعد ما جيت بعد الكابتن سيد غريب ايه المباراه اللي كانت صعبه اللي انتوا شفتوها دي كانت عنق زجاجه بالنسبه لكم في تحقيق بطوله الدوري؟ والله يا كابتن زي ما قال عبد الرحمن كل المباريات خاصه في ناشئين صعبه انت النادي الاهلي اول حاجه اي فرقه تيجي تلعب النادي الاهلي هي جايه تلعب النادي الاهلي نمره واحد الدوافع عندها كبيره
اللعيب كمان اللي بيلعب قصاد النادي الاهلي جاي يثبت نفسه قدام الجهاز الفني ان هو احسن من الولد اللي موجود عندي في النادي الاهلي، وده الكلام اللي بقوله في المحاضره ان اللعيبه دي جايه تتمنى انها تلعب في النادي الاهلي. فالدوافع عندهم كبيره قوي. فقدر اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي ان هو لازم يكون عنده شخصيه ولازم يكون بيستحمل ضغوطات الماتشات. في حاجه كمان يا كابتن عايز اقولها بالنسبه لنظام المسابقه، يعني احنا ماشيين اول بفرق كبير قوي في الادوار التمهيديه، وبعد كده بنبتدي من نقطه واول السطر في التصفيات. المفروض يعني اتحاد الكوره او لجنه المسابقات تعمل ميزه للي بيطلع اول. يعني انا اعتقد ان في اليد او في السله بيعملوا الكلام ده، لو في فرقه طلعت اول بتبقى في فرق نقاط بينها وبين الثاني او الثالث. يعني احنا في خدوا ثلاث فرق من المجموعه الاولى وثلاث فرق من المجموعه الثانيه. فعلا يا كابتن احنا مفنشين فعلا، مفنشين يعني الدور الاول 32 بونت وفرق 11 بونت عن المركز الثاني، فدي طبعا صعبه جدا. فالمفروض لجنة المسابقات تميز اللي يطلع اول مثلا انك انت طالع باثنين بونت مثلا. هو ممكن السنه دي انتوا تبتدوا الدوري في شهر كام؟ شهر 12؟ شهر 14 يعني 14، فممكن عشان انتوا ابتديتوا الدوري متاخر فهم قسموهم مجموعتين. هو يا كابتن حابب يضغط الماتشات فعلا، بتلعب مجموعه واحده من 18 بس. انا قصدي يا كابتن اسامه لو عمل مجموعتين يبقى في ميزه للراجل اللي طالع نمره واحد، لكن انت بتبتدي من اول وجديد تاني. فعايز اقول لحضرتك ان الماتشات كلها كانت صعبه، الفرق كلها عندها الدوافع انها تلعب النادي الاهلي، الفرق كلها طالعه من التصفيات، الست فرق عندهم دوافع ان هم ياخدوا البطوله وفرق كويسه، فما كانش في ماتش اقدر اقول عليه ان هو سهل. كل الماتشات كانت صعبه، بس الحمد لله اللعيبه رجاله، واللعيبه من اول السنه الاختيارات كانت كويسه جدا في كل القطاع، فانت بتنقي اللعيب المميز في النادي الاهلي اللي يقدر يكسبك البطولات. ده الهدف بتاعك عبد الرحمن. ده كان في مباراه سموحه. كان مباراه سموحه دي دي الفرحه، ودي كانت مباراه ثلاث نقاط. خلاص كله كان فقد الامل يعني ان احنا مش هنجيب جون، والدقيقه كانت 94 خلاص كان ده كان اخر دقيقه في الماتش يا كابتن، اخر ثانيه في الماتش، اخر ثانيه يعني. ده كان يعني ايه جون الماتش ده احنا ضيعنا فيه كتير قوي يا كابتن. بتتعلموا الحاجات دي زي ما بتعلموها في الناشئين، بتتفرجوا عليها مع الفريق الاول، بتشوف في مباريات النادي الاهلي بيحسمها في الثواني الاخيره، حتى لو في 10 ثواني بتلاقي اللعيبه بتلعب لاخر ثانيه. ما هو النادي الاهلي على طول مشهور باخر ثواني. اللي هو عمر مفقد الامل. بيعدوا لك الهدف ثاني. ابتدت من هنا من ناحيه اليمين. كره عرضيه وفي الزحمه. اشرح لنا بقى، اشرح لنا يا كابتن اسامه مين اللي عمل العرضيه ومين؟ والله كابتن سعيد عبد الرحمن يقدر بقى يعلق لنا عبد الرحمن الهدف ده احسن مني، لان هو كان حاضر لما هو دلوقتي كان محمد طارق الباك اليمين عمل عرضيه. تمام، فهي خدمتني بس اللي شاب جه يعني ايه لخبط المدافعين، خبطت فيهم وجات لي. جات لي كمان متصلحه قدام الجون، رحت شطها والحمد لله. كويس انك انت محضر نفسك. لا هو بحب اللعيبه كويسه، سرعه رد الفعل عنده سريعه ولعيب كويس. كابتن طه، بيحصل تنسيق اكيد مع المدير الفني قبل الوحده التدريبيه. طبعا احنا بنقعد في الاول، اصلا في اول الموسم بنحط الخطه بتاعتنا، بعد كده بيبقى كل اسبوع بالاسبوع بتاعه. يوم التمرين نفسه بنقعد قبلها بنص ساعه ولا بساعه، بنبقى موجودين قبل التمرين. انا هشتغل قد مثلا ربع ساعه، هعمل في الربع ساعه 1 2 3، كابتن اسامه هيشتغل ساعه، فبنبقى منسقين طبعا الشغل بتاعنا قبل ما بنبتدي الوحده اصلا. قبل كل مباراه في شغل اداري بيتم طبعا، القائمه بتاعه المباراه، تحضير الغداء بتاع المباراه. طبعا يا كابتن زي ما حضرتك عارف الشغل الاداري مش قبل الماتش، لا ده قبل الموسم ما يبتدي اصلا احنا بنجهز شغلنا. الحمد لله الجهاز الاداري كلنا الحمد لله متعاونين مع بعض الحمد لله، في حد عايز حاجه بنساعد بعض الحمد لله. بيكتب الكابتن عماد انور. ده ما شاء الله عليه يعني ربنا يبارك فيه بصراحه. كابتن عماد انور حاجه شعله نشاط ما شاء الله عليه. استاذ مصطفى برده، ده مش عايزين برده ننسى حد. ما شاء الله احنا بنحضر شغلنا يا كابتن قبل بدايه الموسم اصلا، سواء بقى تحضير معسكر، سفريات، اسعاف، امن، ملاعب، كل ده احنا بنجهزه، استشفاء بعد الماتش، كل ده احنا بنجهزه يا كابتن. طبعا حاجه عارف لو في حاجه وقعت بيتهيألي مش هتكمل المرحله اللي بعديها. طب فدي طبعا انت لازم تخلص شغلك وتاكد عليه. والله يا كابتن احنا ساعات يعني كنا بنمشي من النادي الساعه 1 بالليل 2 بالليل جاهز كل شغله، عشان اجهز كل شغله اقفل عليه تمام ونراجع. وكابتن عماد اتصل بيا، الكابتن خالد برده كان بيتابعنا، كابتن اي عقبه يا عمار في ايه، في حاجه قدامك، في حاجه صعبه نحلها نقدر نعملها، بصراحه ما كانش بيسيبنا والله كابتن. الساعه 2 بالليل كان بيسيبنا. اكيد زي ما انت بتقول يعني مشوار جميل ومشوار مهم، يعني انتهى بالجواب ده وبالخطاب ده اللي هنستعرضه مع حضراتكم دلوقتي وهنشوفه. هو ده
يعني الساده نادي الاهلي تاج الحرب عنايه السيد المدير التنفيذي للنادي الموضوع بطوله الجمهوريه مواليد 2006 يرجى التكرم بالعلم بانه وفقا للقرعه العلنيه التي تم اجراءها اليوم الاثنين الموافق 17/5 لتحديد الفريق اللي حصل على بطوله الجمهوريه للناشئين مواليد 2006 في حضور مندوبي من النادي الاهلي ونتاج الحربي والتي اسفرت عن فوز النادي الاهلي بالمركز الاول والبطوله ونادي الانتاج الحربي المركز الثاني موسم 2020/2021. مع الخطاب ده كان نفسي انا بقى انا لو انا لاعب مكان اللاعبين الموجودين في 2006 كنت اتمنى ما يبقاش خطاب بس من الاتحاد المصري لكره القدم اتمنى يكون موجود كاس بتكريم صح شهاده تقدير حتى ابروزها عندي احتفظ بيها انا بالزبط. كلاعب يبقى كاس ميداليه يعني يكون في الكلام ده موجود علشان احس بمجهودي انا كناشئ على مدار الموسم ما يبقاش جواب بس يعني موجود في النادي. خلي بالكم احنا السنه دي احنا النهارده في الحلقه ان شاء الله هنكرم اللعيبه كلها وعاملين لهم حاجه بسيطه كده ان شاء الله يعني تقديرا لمجهودهم. ده كان وعد من حضرتك يا كابتن كان في بدايه الموسم كان لقاء حضرتك مع كابتن سيد غريب كان ما كان ماسك مدير فني ورجع لنا الفتره الثانيه كان وعد من حضرتك وعدتني قلت لي باذن الله البطوله باذن الله هتبقى بتاعتنا هيبقى في تكريم باذن الله للفرقه والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله وفوزنا بالبطوله والحمد لله احنا عند وعدنا وكنت زي ما اقول لحضراتكم كنت اتمنى من اتحاد الكوره الفرق الفايزه في قطاعات الناشئين دوري الجمهوريه بالاخص لازم يكون في تكريم ويكون في درع ليهم او كاسه ميداليات او اي شيء يعني يعبر عن فرحه اللاعبين. نروح للدكتور احمد جاب الله طمنا بقى عن حال الفريق دلوقتي في اصابات لسه ما زالت موجوده بعد انتهاء الموسم ولا الدنيا الحمد لله كويسه؟ جاهزه كامله ما فيش غير اللعيب يوسف الجندي في اخر مرحله التاهيل والمنتخب متبلغ بان اللعيبه كلها وكلهم بيروحوا منتخب دلوقتي. منتخب 2006 منتخب 2006 ليه منتخب دلوقتي؟ بيلعب في المنتخب دلوقتي. كويس عندنا الحمد لله كابتن اسامه كذا لاعب في منتخب مصر طبعا 2006 فرقه مميزه طبعا من افضل الفرق الموجوده في قطاعات الناشئين في مصر ومن افضل الفرق الموجوده في النادي في 2006 فيها لعيبه مميزه كتير قوي في لعيبه ما شاء الله اكتر من 11 لعيبه على مدار الموسم راحوا منتخب مصر الحراس الحارسين راحوا وفي اكتر من 11 لعيب راحوا فده نواه للفريق الاول ان شاء الله باذن الله في لعيبه مميزه كتير قوي في فرقه 2006 وان شاء الله باذن الله يمثلوا الفيرست تيم في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. استفدت من بروكش السنه ده يا كابتن اسامه؟ طبعا والله الراجل داعم لينا يعني هو على المستوى الشخصي انسان جدا دي نمره واحد، نمره اثنين هو داعم لكل المدربين كمان مستر مايكل حته النتيجه ما بتهموش قوي قد حته الاداء او حته ان احنا ننفذ الشغل بتاعه او هو عايز يطور من اداء الفرقه واداء اللعيبه في النادي الاهلي فدي مهمه كان بيركز عليها جدا وكان لما الفرقه بتنفذ حاجه هو قالها كان بيبقى فرحان جدا اكتر من الفوز يعني طبعا هو بيبقى فرحان بالمكسب وكل حاجه بس لما كان في جمله بتتنفذ كويسه على الخطوط العريضه اللي هو مديها لنا كان بيبقى فرحان جدا انه بتنفذوا الفكر طبعا ان احنا بننفذ الفكر بتاعه ودي كانت مهمه جدا عنده. عبد الرحمن اخيرا مين مثلك الاعلى؟ مين مثلك الاعلى؟ هو مثلك الاعلى محمد صلاح بره مصر وهو مصر محمد مين بيعجبك في لعيبه النادي الاهلي تقعد تتفرج عليه وفي الماتشات انا بحب محمد طاهر طاهر كتير متابعه وبحب حسين الشحات برضه عشان هو مكاني والكهرباء ومحمد شريف فيرم تقعد تتفرج على اللعيبه دي وتتعلم منهم واهم حاجه يكونوا مكاني اعرف يعني بستفاد برضه منهم بس غريب قوي انت ما قلتش عماد النحاس هو عماد النحاس مش مكانه يا كابتن هو مش بابايا يعني هو مدافع يعني مش ببص عليه هو لو هو كان مركزي كنت اكيد هيكون مثلا طب اتفرجت على بركات محمد بركات بس سمعت عليه عنده يعني كان بابا بيكلمني اللي هو وجهه كانت كويسه كان برضه بيقول لي حاجات كنت اعملها زيه طب خلي باباك بقى يفرجك يجيب لك فيديوهات محمد بركات ماشي شرفتونا ونورتونا واحنا لسه ما يعني ما زالت الاحتفاليه موجوده على قناه الاهلي هنروح دلوقتي لفاصل وبعد الفاصل استقبل بقى مجموعه ايضا من لاعبي 2006 المتوجين ببطوله دوري الجمهوريه ولكن بعد الفاصل
اهلا بحضراتكم من جديد، واحنا النهارده في احتفاليه على قناه الاهلي مع فريق 2006 المتوج ببطوله دوري الجمهوريه. دلوقتي معانا مجموعه من اللعيبه، مجموعه من اللاعبين ان شاء الله اللي تنتظروا اسمائهم في القريب العاجل مع الفريق الاول، ما شاء الله مواهب مميزه جدا. هنبتديها باللاعب ابراهيم عادل. ابراهيم الف مبروك ومنورنا على قناه الاهلي. الله يبارك في حضرتك يا كابتن، واول حاجه بنشكر الجهاز الفني كابتن سيد غريب وكابتن اسامه وكابتن احمد صديق ودكتور جاب الله وجميع افراد الجهاز. عمار وليد الف مبروك ومنورنا على قناه الاهلي. ربنا يخلي حضرتك كابتن اسامه، الحمد لله يعني شرف كبير لينا ان احنا مع حضرتك. حسام عادل الف مبروك ومنورنا وشرفنا في قناه الاهلي. الله يبارك فيك يا كابتن، واحب نشكر الجهاز وكابتن سيد وكابتن احمد صديق وكابتن اسامه ودكتور جاب الله والجهاز كله. امير علاء الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، الحمد لله على البطوله، وبشكر الجهاز الفني كابتن مكاد الكابتن سيد غريب والكابتن اسامه زكي والكابتن جاب الله والكابتن احمد صديق والكابتن طه وافراد الجهاز. عمر سيد معوض. الله يبارك فيك يا كابتن اسامه، الحمد لله يعني على البطوله من غير سؤال مش لازم يعني الحمد لله احنا خدنا البطوله، وده شرف كبير ليا ان انا اطلع في القناه دي يعني، وبشكر الجهاز الفني كله طبعا كده كابتن سيد غريب وكابتن اسامه وكابتن احمد صديق ودكتور جاب الله ودكتور علاء وكابتن عمار، الناس كلها يعني. هنبتدي بابراهيم عادل بقى عشان البدايه هنا من اليمين. ابراهيم قول لي بقى لك كام سنه في النادي الاهلي؟ بقى لي 4 سنين. 4 سنين، انضميت ازاي للنادي الاهلي؟ جيت عن طريق اختبارات وكان كابتن جمال السيد موجود، وجيت كان يوم سبت لعبت وراح قال لي تعالى يوم الاثنين، بعد كده طلب الورق بتاعي ومضيت يوم الاربعاء. انت من القاهره اصلا ولا من المحافظات؟ لا من القاهره. من القاهره. طيب يعني قول لنا يعني بداياتك، مين اللي مرنك في النادي الاهلي في البدايه؟ كان كابتن جمال السيد وكابتن احمد جمال وكابتن ايمن عبد السميع. كابتن ايمن عبد السميع، مركزك ايه؟ نص ملعب. نص ملعب ايه؟ مدافع مهاجم؟ لا زي مين كده من الفريق الاول؟ زي ديانجو والسلية. ديانجو والسلية، اتفرج على ديانجو والسلية؟ اه. قول لي اكتر حاجه بتعجبك في ديانجو والسلية ايه؟ لا السلية بيعجبني فيه انه هادي كده ولاعيب كوره. يعني انت اقرب لديانج جري كتير في الملعب والتحامات وقوه، ولا عمرو السلية برضو عقل المفكر في الملعب اللي يعمل تمريرات حلوه برضو وبيقطع؟ لا انا يعني الحمد لله بفكر زي السلية والتحاماته كده زي ديانجا. زي يعني ميكس ما بين الاثنين. ان شاء الله نشوفك قريب مع في الاول تبقى ميكس ولاعيب كويس ان شاء الله. ان شاء الله. عمار بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ لسه جاي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت بس؟ جيت ازاي، اختبارات ولا ايه؟ اختبارات كنت في نادي دريم لاند. وبعد كده جيت عن طريق الاختبارات، كان ساعتها موجود كابتن تامر حفني وكابتن احمد جمال وكابتن محمد صغير. وبعد كده ما كملناش عشان فتره كورونا، وبعد كده جيت مع كابتن سيد. اول السنه دي. مركزك ايه يا عمار؟ انا بلعب هاف رايت او هاف ليفت او باك رايت. باك رايت كمان. مهم جدا خلي بالك وانتوا في السن الصغير ده ان اللعيب يلعب كذا مركز، علشان لما تطلع فريق اول ممكن ما تلاقيش المركز انت بتلعبه بس في الناشئين. في زميل ليكو احمد نبيل كوكا، عارفينه؟ مواليد 2001. احمد نبيل كوكا ده بيلعب نص ملعب مدافع مع فريقه طول مشواره وهو في الناشئين. موسيماني طلعه لعب باك ليفت، ادى ولعب وما شاء الله يعني اشتغل بشكل كويس، فمهم جدا انك انت تلعب في كذا مركز. قول لي بقى المباراه الاصعب ليكم في مشوار الدوري كانت ايه السنه دي؟ كل مباريات احنا على طول واخدينها بجديه، والجهاز الفني كله طبعا يعني مجتهد معانا ان احنا لازم كل ماتش ببطوله، لان احنا نادي الاهلي. فلازم نكسب كل ماتش ولازم يعني ناخد البطوله، واحنا من اول ماتش واحنا عارفين الكلام دوت واخدين الموضوع بجديه وكل ماتش لوحده. حسام مركزك ايه؟ مركز سيرد باك وباك رايت وديفندر. كويس، لعبت كام مباراه السنه دي؟ المباراة كلها ما عدا مباراة. يعني طول مشوار الدوري انت بتلعبه؟ اه الحمد لله. ما شاء الله، المباراة الأصعب اللي انتوا كنتوا كلاعيبة عاملين حسابها قلقانين منها وربنا كرمكم فيها؟ مباراة سموحة اللي كسبنا في الدقيقة 94. دي اللي أحرز فيها عبد الرحمن عادل النحاس الهدف. دي كانت في التصفيات النهائية ولا كانت؟ لا في الأدوار التمهيدية. الأدوار التمهيدية. كان هي مباراة يعني احنا كسبنا في الدقيقة 94 عشان كلنا كنا مجتهدين مع بعض. قول لي انت بقالك كام سنه في النادي الاهلي يا حسام؟ بقالي 3 سنين ونص. اتعلمت ايه بقى في النادي الاهلي في 3 سنين ونص؟ اكيد مر عليك مدربين كتير، اتعلمت حاجات جوه النادي الاهلي. اتعلمت الوفاء، ولازم أن تخلص للنادي اللي انت بتلعب فيه، انت بتلعب في الاهلي. رجع ظهر. انت بتلعب في النادي الاهلي يعني مش اي نادي في مصر، اكبر نادي في افريقيا. فلازم أن تخلص وتلعب للنادي الاهلي. طيب امير مركزك ايه يا امير؟ باك ليفت. باك ليفت.
تتفرج على علي معلول؟ ايوه. قول لي اكتر حاجه بتحبها في علي معلول ايه؟ الاوفرات. الاوفرات بتاعته دايما بتتعلم، بتشوف علي معلول بيعمل الاوفر بتاعه ازاي؟ ايوه اتعلم ازاي، وقفته ازاي وهو بيرفع الاوفر، وقفته ازاي وهو بيدافع. بتعلم منه حاجات كتير. علي معلول ما شاء الله لعيب كبير. أيوة. شفته هو بالرغم ان هو غاب فتره طويله ولعب في مباراه نهضه بركان، كان عنده الهدوء وعنده التركيز وعنده الخبره في المكان بتاعه. ايوه صح، كان هادي في الماتش. عمر انا مش هسالك، انا عايزك بس تقول ايه. عايز طيب ماشي، قول لي يا عمر الاول مركزك ايه؟ انا بلعب هاف ليفت وهاف رايت وبلعب باك ليفت ساعات. باك ليفت. قول لي احرزت كام هدف السنه دي؟ اربع اهداف. كانوا في فرق ايه بقى؟ في الانتاج. وفي الاسماعيلي وفي انبي. مش فاكر. ما شاء الله مباريات قويه. كلها. لا يعني كانت مباريات صعبه، هي المباريات كلها كانت صعبه بس الحمد لله يعني ربنا وفقنا في كل. السنه دي كان الانتاج الحربي ماشي معاكم كتف بكتف طول مشوار الدوري. الانتاج الحربي فرقه كبيره وانتوا فرقه ما شاء الله لعيبه شكلكم فرقه كبيره جدا برضو. كنتوا قلقانين كده لا تقعوا في مباراه وانتاج الحربي يعديكم، كنتوا بتعملوا ايه مع بعض انتوا كلاعيبه في خلال مشوار الدوري ده؟ لا يعني بعد كل ماتش بنقول احنا لسه ما عملناش حاجه ولسه قدامنا مشوار طويل، يعني لازم ان شاء الله ربنا يوفقنا في كل الماتشات ونموت نفسنا وهي النتيجه دي بتاعت ربنا. كابتن سيد معوض بيجي يتفرج عليك في الماتشات؟ طبعا بيجي الماتشات كلها بيجي يتفرج عليك ما يسيبكش مباراه. لا بس هو ما بيعلقش، دي حاجه بتاعت المدير الفني يعني، بس هو بيجي يتفرج يعني. شو عايز اشوف الهدف ده. الهدف ده كان في التصفيات النهائيه، كان امام فرقه ايه؟ انبي. لا انبي. ده كان مباراه انبي. طيب عدوا لنا الهدف تاني عشان تشرح لنا الهدف كده بالتفصيل وتقول لنا اتلعبت ازاي ولعبتها ازاي. ده كان هدف من كره ثابته. انت اللي رفعت الكره؟ لا عبد الله. عبد الله الباك رايت. وانت اللي كملتها؟ لا انا حسام اللي جاب الجون. حسام. انا جبت الجون الثاني. طب عايزك تقول الو كده. الو. لعلي صوتك شويه. الو. الو. ازيك يا كابتن سيد؟ عامل ايه الاول؟ باين قوي يا كابتن سيد. ازيك يا كابتن سيد؟ عامل ايه؟ منورنا يا كابتن سيد. حبيبي يا اسامه ربنا يخليك، وكل سنه وانت طيب وبالتوفيق دايما كده ان شاء الله. وانا مش شايف مين معاك بس الولاد كلهم، انا سمعت صوت عمر طبعا. عمر هنا يعني معايا لعيبه ابراهيم عادل وعمار وليد وحسام عادل وامير علاء وكمان عمر سيد معوض. قول لي يا كابتن سيد وانت بتروح تتفرج على عمر، اهم ما يميز عمر سيد معوض ايه؟ هو اول حاجه انا متابع الفرقه دي يعني، بتفرج على كل ماتشاتها بره وجوه وموجود معظم الماتشات. كلهم ولادك طبعا؟ كلهم. لا كلهم حبايبي والله. كلهم زي عمر يعني، كلهم ولاد كويسه، ولاد متربيه ان شاء الله ربنا يكرمه ويطلع منهم لعيبه تكمل في الفريق الاول ويكونوا موجودين ويفيدوا النادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. ابرز النصايح للكابتن سيد معوض بيقولها دايما لعمر؟ لا ان هو يعني انا بتعامل مع عمر يعني زي ان انت بتوجه حد يا اسامه يعني. في الملعب يعني انا كمدرب حتى ما بوجه حد بقول له نفس الكلام اللي بقوله لعمر، يعني العب براحتك، العب بالحاجات اللي يقول لك عليها المدرب، نفذ التعليمات اللي بتطلب منك، حاول يبقى عندك عنصر خاص بيك وهو ان انت يبقى عندك حاجه تفاجئ بيها الناس، ما يبقاش كله حاجه حفظ بس يعني، ما يبقاش حاجة يعني تعمل حاجة المباراة دي تتحفز حد يلعب عليك الماتش الجاي يكون حافظ أدائك، فلازم تبقى مختلف كل مباراة، تبقى عارف أنت بتلعب قدام مين، الخصم بتاعك تبقى شايفه كويس وعارفه وعارف نقطة قوته فين، نقطة ضعفه فين عشان أقدر أستغلها. فأنا يعني وعلى حسب كل مباراة يعني، أنت كل مباراة بيبقى ليها مباراة جوه النادي الأهلي غير مباراة بره، مباراة مهمة جدا غير مباراة في بداية الدوري، فحاجات كلها نصائح عامة يعني. مين الأحرف؟ عمر سيد معوض ولا الكابتن سيد معوض؟ لا إن شاء الله عمر يكون أحرف بكتير كمان إن شاء الله يعني. خلي بالك عمر بيلعب في الحتة اللي قدام ما بيلعبش باك. أنا مش عايز أرجعه الحتة اللي ورا زي ما أنا اتعذبت في الحتة اللي ورا. لا وخلي بالك حاجة تانية، قدام بتقبض أكتر ورا بتقبض أقل. أنا اتعذبت في الحتة اللي ورا يعني، اتهريت في الحتة اللي ورا، بدافع. بمناسبة انك موجود معانا كابتن سيد دلوقتي على التليفون على الهواء على قناة الأهلي، عايز أوريك لقطة مهمة جدا، يا ريت تعرضوا لنا اللقطة دلوقتي يا شباب.
دي لقطة يعني تواصل أجيال ما بين النادي الأهلي كلها. دي بنشوف فرق في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وهي بتسجد بتشكر ربنا بعد مكسب مباراة. بنشوف نجوم الفريق الأول ولاعبي الفريق الأول بعد التتويج ببطولة وبعد مكسب مباراة وهي بتسجد. بنشوف رئيس النادي الأهلي والرمز والقيمة الكابتن محمود الخطيب وهو بيسجد شكرا لله على البطولة وعلى الإنجازات. هو ده النادي الأهلي وهو ده تواصل الأجيال، بداية من الناشئين مرورا بلاعبي الفريق الأول مرورا بالرمز الأكبر وهو رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. طبعا طبعا عشان ده حاجة مهمة ما يكون عندك كمان رمز ومثل أعلى، يعني ما يكون حاجة بيكون الكابتن محمود الخطيب او باسم الكابتن محمود الخطيب يعني قدام اللعيبه كلها، يعني بيعلمهم حاجات انت فاهم، ممكن بدون كلام بدون اي حاجه مجرد موقف زي ده انت فاهم، مثل اعلى الولاد يعني لما يعمل حاجه زي دي اكيد كلهم خلاص. وخلي بالك على اسامه، يعني انا باللي انا شفته جوه النادي السنه دي في مع قطاع الناشئين خاصه، يعني الحاجه المهمه ان انت بتعلم الولاد حاجه، ان انت بتعلم الولاد مبدا كويس، بتعلمهم حاجات ايجابيه بحيث يطلع من عندك لعيب كوره، يعني من ناحيه الثقافيه مهم جدا، من ناحيه التربويه يكون متربي كويس جدا، عنده مبادئ ماشي عليها حتى لو مشي من بره النادي الاهلي، بس يبقى عنده التربيه دي، فدي مهمه جدا. فانا شايف يعني القطاع السنه دي، يعني ما انا شهدت مجروح في ناس كتير في قطاع الناشئين وخاصه خالد بيبو، لانها خالد يعني ايه اللي شفته السنه دي يا كابتن سيد في وجود كابتن خالد بيبو السنه دي؟ لا بامانه القطاع مختلف عشان ما اكذبش عليك. اه طبعا يعني ما الناس اللي كانت قبل كده ناس بتشتغل بشكل كويس جدا، بس انا شايف السنه دي مختلفه في كل حاجه. انت لما يبقى في تطوير اسامه بيبقى شيء مهم، ده بيبان على العيال او على الاولاد الصغيرين، بيبان على الفرق كلها اللي موجوده في القطاع. فانا شايف ان النظام افضل السنه دي، الاجواء جوه قطاع الناشئين افضل بكثير من قبل كده. تمام يا كابتن سيد، انا بشكرك شكرا جزيلا، بس في النهايه بقول لعمر سيد معوض ما تسمعش كلام الكابتن سيد معوض وخليك في كلام الكابتن رمضان السيد. شرفتنا ونورتنا يا كابتن سيد. حبيبي ربنا يخليك، ان شاء الله تشوف دايما. عمر يعني عمر لعيب كبير ان شاء الله قريب مع الفريق الاول هو وكل زمايله الموجودين معانا على الهواء. ابراهيم قول لي بقى، يعني اكتر حاجه استفدتها من النادي الاهلي ايه خلال الثلاث اربع سنين انت موجود فيهم في النادي الاهلي؟ الوفاء، وانك انت تخلص باخر دقيقه للعب اللي انت بتلعب. المفروض الجديه في اللعب وما فيش هزار، ووقت الجد اللعيبه بتبقى رجاله وواقفه، واهم حاجه الاحترام في النادي. والنادي كله كان بيتعامل معانا باحترام، ولازم تخلص للتيشيرت اللي انت لابسه. مش لابس تيشيرت قليل. عمار ما شاء الله انت السنه دي هداف الفريق بست اهداف، الاهداف احرزتهم في فرق ايه؟ في الاسماعيلي وفي سموحه وفي الزمالك والمصري وامبي والمصري. الهدف الاغلى السنه دي ليك في مشوار الدوري في الست اهداف؟ اكيد ماتش الزمالك ان احنا كسبنا 1-0 بالهدف بتاعي، فده كانت فرحه كبيره جدا ليا، وبرده جون امبي جون حلو جدا يعني. اكتر الهدف جون هدف امبي. حسام مين مثلك اللي على الفريق الاول اللي انت بتتفرج عليه دايما وبتحاول تقلده وتتعلم منه؟ بدر بنون. بدر بنون، ايه اللي بيعجبك في بدر بنون؟ هدوءه وما بيلعبش الكوره وخلاص. مركز حلو وبيلعب الكوره كويس. امير طموحاتك مع النادي الاهلي ايه؟ نفسك تكون ايه في النادي الاهلي؟ ان شاء الله نفسي امثل الفريق الاول، ونفسي ان شاء الله اطلع العب في الفريق الاول واخد بطولات مع الاهلي كتير ان شاء الله. ان شاء الله. عمر طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ لا ان شاء الله نفسي فعلا يعني اطلع امثل الفريق الاول برضو، وان شاء الله اخد بطولات مع النادي الاهلي واكمل كيان النادي الاهلي ان شاء الله. قريب نشوفكم كلكم مع النادي الاهلي الفريق الاول، وكمان تلعبوا كلكم ان شاء الله منتخب مصر وتمثلوا منتخب مصر. انا بشكركم شكرا جزيلا. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل مجموعه اخرى من لاعبي 2006 المتوجين ببطوله دوري الجمهوريه، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. معايا مجموعه اخرى من فريق 2006 المتوج ببطوله دوري الجمهوريه، هنستضيفهم او نتكلم معاهم وكمان يحكوا لنا عن مشوار البطوله كمان وتتويجهم في النهايه ببطوله الدوري. في البدايه بنرحب باللاعب هشام مصطفى، اهلا بك يا هشام ومنورنا على قناه الاهلي والف مبروك. ربنا يخليك، انا متشرف لها مع حضرتك طبعا والحمد لله على البطوله. قول لي بقى لك كام سنه في النادي الاهلي؟ 9 سنين. 9 سنين ما شاء الله. دخلت النادي الاهلي وعندك كام سنه؟ 4 سنين. ده ابتديت الاول في الاكاديميه ولا على قاع الناشئين الاول؟ في الاكاديميه الاول مع 2005. وبعديها لما عملوا فريق 2006 طلعت 2006. مين اللي اختارك بقى من الاكاديميه عشان تنضم؟ كابتن عبد النبي عاشور. ده كابتن عبد النبي عاشور وقتها. قول لي السنه دي وانتوا في مشوار الدوري كان قعدتكم في الاول في بدايه الموسم كان بتتكلموا كلعيبه عايزين نحقق بطوله الدوري، عايزين نحط اسمنا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي ونقول ان احنا فريق محترم فريق 2006؟ طبعا كنا بنتكلم مع بعض دايما، اللي هي كانت اول بطوله جمهوريه لينا. فدي كانت حاجه هتفرق معانا عامه في النادي في المستقبل ان شاء الله. وكنا بنتكلم مع بعض على طول يعني اللي احنا لازم ناخد البطوله وناخد المشوار بجد. والحمد لله يعني ربنا كرمنا في الاخر. مركزك يا شاه؟ بلاي ميكر. زي مين؟ محمد مجدي قفشه؟ تحب محمد مجدي قفشه بتتعلم منه وبتتفرج عليه؟ طبعا. ايه اللي بيعجبك في مجدي قفشه؟ تحركاته. واللعيبه هادي بيقف على الكوره براحته. حلو قوي حته بيقف على الكوره مهمه جدا، تغيير الاتجاهات ويقف على الكوره ويبدا يعمل الرؤيه بتاعته. عبد الله منورنا والف مبروك. ربنا يخليك يا كابتن، انا مشرف مع ان حضرتك النهارده والحمد لله على البطوله. قول لي بقى في البطوله كده لما عرفتوا بقى في النهايه وكان القرعه في اتحاد الكوره وقالوا 2006 في النادي الاهلي هو اللي فاز، شعورك وفرحتك وقتها كانت عامله ازاي؟ هي طبعا كانت فرحة كبيرة بتمثل التعب بتاع الموسم كله من أول المعسكرات من أول السنة لحد النهاية، صعوبة المطوشة، بس يعني فالحمد لله يعني ربنا كلل مجهودنا. التغيير كابتن سيد غريب كان ماسككم بعد كده كابتن أسامة زكي، التغيير ده قلقتوا منه ولا كابتن أسامة عارفكم وكابتن سيد عارف اللعيبة؟ لا ما فيهوش حاجة يعني، هو المدربين كلهم زي بعض ماشيين بسيستم واحد، ما حدش بيتظلم. كله بيلعب، اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، فبيبقى حاجه يعني عاديه انك تتغير، فده كله عارف، ده المدرب ده عارف اللعيبه وده عارف اللعيبه فبيختار الاحسن وبيلعبه بس، ما فيهاش حاجه يعني. مركزك ايه في الملعب؟ انا بلعب باك رايت. باك رايت كويس. نروح لعبد الله لمازن احمد. الف مبروك يا مازن. الله يبارك فيك يا كابتن، طبعا متشرف ان مع حضرتك واحنا متشرفين انك انت موجود معانا. قول لي بقى، قول لي المشوار، المباراه الاصعب ايه في اللي كانت في بطوله الدوري؟ والله كل المباريات يا كابتن كان صعبه، كل الفرق اللي في الدوري يعني كلها كانت بتنافس على الدوري، فكان كل الماتشات يعني متعبه جدا، فالحمد لله كل الماتشات كانت صعبه. بس احنا الحمد لله كنا عايشين كويس يعني، كابتن جازف فن والله كله تعب معانا جدا. الحمد لله اللعيبه كان يعني كان على قد المستوى الحمد لله. كويس. مركزك ايه؟ انا مركزي مدافع. مدافع يعني. طب عبد الله باك رايت ومدافع، انتوا الاثنين جنب بعض في الملعب، بتتكلموا جنب مع بعض على طول في الماتشات؟ طبعا احنا الحمد لله فاهمين بعض وبنشجع بعض على طول في الماتشات يعني. مين بيعجبك من المدافعين في النادي الاهلي؟ طبعا كابتن بدر بنون وكابتن ايمن اشرف. طبعا ايمن اشرف، خلي بالك ايمن اشرف ده من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. طبعا عارف. يعني بتلاقوا الروح والاصرار والعزيمه والجدعنه، كل الحاجات دي والمكسب دايما. يعني اتعلمها في قطاع الناشئين. الحمد لله من اهم الحاجات طبعا اللي في النادي الاهلي الروح والمكسب، يعني احنا لو تعادلنا ماتش يبقى عندنا يعني مش هقدر اقول لك في النادي عندنا بيعمل ازاي. كويس. علي الدين. الف مبروك علي. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. قول لي مركزك ايه؟ انا مدافع بلعب جنب مهاجم. مدافع برضه ما شاء الله، ده احنا الفقره دي كلها فقره المدافعين. قول لي يا بالك كام سنه في النادي الاهلي؟ انا لسه جاي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت؟ انتقلت من النادي ولا جاي اختبارات؟ لا جيت اختبارات والحمد لله كابتن تامر حفني يعني حط ثقته فيا والحمد لله يعني ان شاء الله نبقى قد الثقه اللي هو حطها فينا ان شاء الله. السنه دي انتوا بتلعبوا دوري صعب، دوري الجمهوريه ده على مستوى الجمهوريه في فرق قويه جدا، كنتوا خايفين في البدايه ولا كان عندكم الاستعداد وعندكم روح المكسب و... طبعا هي الروح موجوده من زمان قوي يعني، معروفه في النادي الاهلي ان الروح على طول واحده والمكسب نيابه عن المكسب، وطبعا كان في قلق بس الحمد لله يعني بعد كام ماتش خلاص كنا كلنا بني ادم لعيب واحد يعني. يوسف 11 لعيب. الف مبروك يا يوسف. الله يبارك في حضرتك يا كابتن، ده شرف ليا ان انا اطلع معاك مع حضرتك. قول لي مركزك ايه؟ كلهم مساكين وباك رايت. بلعب ديفندر. ديفندر برضه مدافع برضه يعني دي فقره المدافعين.
قول لي يعني اتعلمت ايه السنه دي من كابتن سيد غريب وكابتن اسامه زكي؟ كابتن سيد غريب طبعا اب ليا وكابتن اسامه زكي اب ليا، وبحب اشكرهم، علموني حاجات كتير، علموني ازاي في الملعب، حاجات انا ما كنتش لسه اعرفها اضافوها ليا، وانا بحب اشكرهم والله. وكابتن احمد صديق برضه. تمام، في حد فيكم من الاقاليم ولا كله من القاهره؟ انا الاقاليم منين؟ من محافظه الجيزه. الجيزه بس في اخر يعني جنب بني سويف. قاعد في الاستراحه الناشئين ولا لا؟ في الاستراحه. النادي الاهلي موفر لك السكن، موفر كل حاجه. طبعا كل حاجه موفرين علينا كتير جدا، وتعب السفر موفرين علينا النادي كتير والله. تمام، انا بتمنى لكم يا كباتن التوفيق ان شاء الله في النادي الاهلي، ونشوفكم ان شاء الله قريب في الفريق الاول ودايما كده متوجين بالبطولات. هنروح دلوقتي الفاصل، وبعد الفاصل استقبل مجموعه اخرى من 2006. النهارده هنستقبل الفريق كله ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا، احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب. اهلا بحضراتكم من جديد. ما شاء الله فرقة 2006 عندنا عدد كبير، 31 لاعب، ان شاء الله هنستضيفهم كلهم النهاردة، ان حقهم، ما ينفعش لعيب يطلع معانا ولعيب لا، لازم كل الناس تكون موجوده معانا النهارده. علشان كده بشكر المسؤولين في اداره قناه الاهلي، كابتن سامي الشاطر والاستاذ ايهاب الخطيب، ان الناس كلها موجوده معانا النهارده. ايضا يعني برحب بمجموعه اخرى من اللاعبين من مواليد 2006 المتوجين ببطوله دوري الجمهوريه. في البدايه نرحب باحمد رضا، الف مبروك يا ابو حميد. الله يبارك في عزك. بطوله كانت صعبه وربنا اكرمكم بيها في الاخر. الحمد لله والله، التمرين شغالين من اول يوم على البطوله، الحمد لله خدنا الحمد لله. قول لي مركزك ايه؟ مدافع. مدافع ما شاء الله، برضو كل اللعيبه اللي جت قبل كده قالوا لي بدر بنون وايمن اشرف. بتحب بدر بنون وايمن اشرف ولا عندك حد تاني؟ في رامي ربيعه وياسر ابراهيم بحبهم كلهم والله، بس بدر بنون وايمن اشرف اكتر حاجه يعني. اكتر ناس. ماتش الصعب السنه دي اللي كان في البطوله ايه؟ كان ماتش الزمالك وماتش المقاولين. اول سنه تلعبوا الزمالك السنه دي؟ كان اول سنه. محمد الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. قول لي بقى، بيقول لي ماتش الزمالك كان اصعب، في ماتش تاني غير الزمالك كان المقاولين والانتاج والزمالك. الانتاج هناك في ملعب الانتاج الحرب هناك. قدرتوا تعوضوا هناك؟ خسرتوا اتنين، كسبتوهم برضو اتنين عندكم. احنا كسبانين تلات ماتشات الانتاج، احنا لعبنا اربع مرات كسبناهم تلات مرات، مرتين في ملعبهم ومره في ملعب، وخسرنا مره على ملعب. هي دي المره الوحيده اللي خسرتوها. وجمعتوا بعضكم كلاعيبه بعد المباراه واتكلمتوا عشان ترجعوا تاني بطوله الدوري؟ طبعا طبعا، كابتن فرقه جمعنا وقال لنا لازم نتكلم مع بعض ونفوق بعض. مركزك يا محمد؟ فيرو. مهاجم. مين بيعجبك من لعيبه الفريق الاول؟ محمد شريف. محمد شريف، شفت الهدف الاخير في السوبر؟ شفت. رمزي الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. مركزك يا رمزي؟ راس حربة. راس حربة برضه، المهاجمين قاعدين جنب بعض. طب قول لي بقى، الهدف بتاع محمد شريف شفته ازاي؟ وهو بيتكلم كان محمد عن هدف محمد شريف، انت شفته ازاي؟ ما اعرفش، قلت هيضيعها. قلت هيضيعها وقتها؟ ليه ازاي؟ انها كان المفروض يلعبها لسلاقه في وشه بس. يعني كان انت كنت عايزه يلعب السهل فيها. بس هو عمل حاجه مش متوقعه لما استلم ولف، علشان كده الحارس ما قدرش يروح عليها. بس يعني دخلت. بس حلو، حطها حلو. طبعا، ما دي محتاجه تمرين عشان تبدا تتمرن وتتعلمها، محتاج اتمرن عليها واشتغلها لوحدي. قول لي اتعلمت ايه من الكابتن سيد غريب والكابتن اسامه زكي؟ يعني اتعلمنا حاجات كتير قوي، اهم حاجه يعني كلنا بنحب بعض يعني. هو ده اللي ماشي الفرقه، ده اللي بينجح النادي. ما فرقتش مين بيلعب مين ما بيلعبش، ما فرقتش حاجه. كويس، ودي دايما الروح اللي بتكسب بطولات داخل النادي الاهلي. مظبوط. محمد الف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. بقى لك كام سنه يا محمد في النادي الاهلي؟ يعني دي كانت خامس سنه في النادي. خامس سنه. مين اللي اختارك عشان تنضم للنادي الاهلي؟ كان كابتن تامر حفني وكابتن ايمن الطحاوي. فجيت الاختبارات والحمد لله يعني نجحت. فرق معاكم المعسكر كان في بدايه الموسم؟
قوي عشان كان ماتشات هناك كنا بنلعب يعني مش نفس السن بتاعنا، كنا بنلعب اكبر فكنا بنتعود بقى يعني لو في كان جسم اكبر او حاجه زي كده ان احنا نكون واخدين عليهم يعني من بدايه السنه. كويس. المدير الفني الاجنبي بيتواصل معاكوا بيتكلم معاكوا واستفدتوا منه؟ كتير، دايما في الماتشات الصعبه او حتى في السهله دايما بيجيب لنا الماتشات وغلطاتنا او حاجات الكويسه اللي احنا بنعملها في الفيديوهات، وبيجمعنا بنعمل محاضرات وبيكلمنا يعني فيها. فتحي الف مبروك يا فتحي. الله يبارك في حضرتك كابتن. انت حارس مرمى طبعا. طبعا. قول لي ما شاء الله لعبت ماتشات كلها السنه دي. قول لي المباراه اللي كانت اصعب وانت بتستعد ليها وكنتوا عاملين اللعيبه اللي قدامكم حساب ليها. ممكن ماتش المقاولين اللي عندنا. ماتش المقاولين ده انتهى كام كام الماتش ده؟ 3-0 لينا. كسبتوه 3-0. ده من ماتشات الاهلي والمقاولين بتكون في الناشئين مباراه صعبه. مين مدرب حراس المرمى بتاعك؟ كابتن محمد فتوح. ما جاش النهارده كابتن محمد فتوح. احنا برضو بنبارك له على الهوا. قول لي اتعلمت ايه من كابتن محمد فتوح؟ لا هو من اول السنه مشغال معانا يعني كتير جدا، حتى كان من اول السنه بنلعب شغال معانا على اللعب برجلينا، اي خطا في اي ماتش حتى لو ما دخلش فينا جوان كان بيقعد يصححه لنا في التمرينات. يعني كان شغال معانا كويس جدا، ما كانش سايب حاجه فينا الا لما يصلحها. كويس. عبد الله الف مبروك يا عبد الله. ايه مالك؟ ايه مكسوف ليه؟ عبد الرحمن مكسوف. عبد الرحمن سوري، عبد الرحمن. عبد الرحمن هشام. الف مبروك عبد الرحمن. الله يبارك في حضرتك. قول لي انت اول سنه السنه دي في نادي الاهلي. اتعلمت ايه في السنه دي؟ اتعلمنا ازاي نحب بعض ويعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه المسؤوليه ويعني ايه تشيل اسم فريق كبير فوقيك. طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ ان شاء الله ان احنا ناخد بطولات اكتر ونبقى زي الفريق الاول كده. ان شاء الله تحقق كل البطولات ونشوفكم كمان مع الفريق الاول. نروح لفاصل وبعد الفاصل استقبل مجموعه اخرى من فريق 2006. معانا المجموعه الاخيره في فريق 2006. ما شاء الله زي ما بقول لحضراتكم العدد كبير بتاع 2006، والنهارده استضفنا كل اللاعبين، وبعد الفقره دي هيكون بقى الاحتفال مع جميع الفريق. في البدايه بنرحب يعني بمحمد طارق. ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، وشرف لي ان انا ابقى مع حضرتك النهارده. كانت بطوله صعبه السنه دي يا محمد. طبعا طبعا بطوله الجمهوريه مش سهل. يعني احنا واجهنا الفرق كلها. اول مره نلعب بطوله الجمهوريه. بنلعب كل الفرق على ارضها، ملعب الزمالك، ملعب المقاولين، ملعب الانتاج. طبعا شعور صعب جدا ان انت تبقى فيه في السن ده، فالحمد لله يعني ان احنا حققنا المكسب بطولة. مركزك ايه؟ باك رايت. باك رايت. ليكوا منتخب مصر صح؟ ان شاء الله بتامل تروح منتخب مصر؟ طبعا ان شاء الله. فكر في منتخب مصر؟ طبعا. حلم ليا طبعا ان انا اروح منتخب مصر وامثل منتخب بلدي. ان شاء الله. ان شاء الله. مصطفى الف مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك يا كابتن، انا بتشرف ان انا مع حضرتك النهارده. قول لي بقى ابرز الحاجات اللي استفدتها السنه دي من المدربين اللي اشتغلوا معاك السنه دي. كل حاجه والله، يعني كابتن بحب اشكر كابتن سيد غريب وكابتن هشام زكي وكابتن احمد صديق. كانوا شغالين معانا شغل عالي قوي، وكانوا دايما بيدوا الثقه لكل اللعيبه كانوا ماشيين معانا. مركزك ايه يا مصطفى في الملعب؟ نص ملعب. نص ملعب. نص ملعب مدافع زي ديانج والسولية ولا نص ملعب مهاجم؟ لا زي ديانج والسولية. زي ديانج والسولية. مصطفى اشرف. مصطفى اشرف صح؟ بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ 5 سنين. 5 سنين. ومين اللي اختارك؟ كان كابتن ياسر محمدين وكابتن تامر. 5 سنين في النادي الاهلي. استفدت ايه في النادي الاهلي وتعلمت ايه من النادي الاهلي في ال5 سنين؟ الشخصيه و كل حاجه، يعني شخصيتك تكون قويه و واستفدت كل حاجه من النادي. اهم حاجه في لعيبه النادي الاهلي يبقى لعيب شخصيه ما بيخافش ودايما عنده تحدي كبير عشان البطولات. يوسف السيد الف مبروك يا يوسف. الله يبارك فيك. كانت بطوله صعبه السنه دي جدا. طبعا كانت بطوله صعبه، كنا اول مره نلعب دوري جمهوريه السنه دي، والحمد لله خدنا الدوري. السنه دي انتوا ما لعبتوش السنه اللي فاتت اول مره تلعبوا ملعب 11 ولا السنه اللي فاتت؟ كنا بنلعب ملعب 11 السنه اللي فاتت، بس اول مره نلعب دوري جمهوريه. بس السنه اللي فاتت كانت البطوله بطوله منطقه. ايوه. ما كانتش بالقوه بتاعت السنه دي. السنه دي كنا بنلعب دوري جمهوريه، كانت بطوله صعبه، كانت فرق كلها صعبه، ما نسالش الفرقه اللي قدامنا. الف مبروك يا محمد حازم. الله يبارك في حضرتك. فرق معاكم المعسكر بتاع بدايه الموسم صح؟ فرق معانا طبعا. زود
خلينا نلعب احسن ونكون عندنا فيتنس اكتر، والحمد لله فرق معانا جدا تعبنا. السنه دي النادي الاهلي ما شاء الله بيوفر لكم كل الامكانيات. الحمد لله كل الامكانيات موجوده، وكابتن خالد بيبو في دعم كبير وفي امكانيات كبيره السنه دي. يعني الجهاز الفني كله مساعدنا كويس جدا، كابتن سيد غريب، كابتن اسامه زكي، كابتن احمد صديق، كابتن طه، كل الجهاز الفني مساعدنا جدا ومساعدنا ان احنا ان شاء الله الحمد لله اخذنا الدوري. يعني مركزك يا محمد؟ سيرد باك. مساك. مين بيعجبك من لعيبه الفريق الاول؟ بدر بنون. بدر بنون. مين تاني؟ ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم. ايه اكتر حاجه تعجبك في ياسر ابراهيم؟ ان هو يعني كل يعني دايما بحب في معظم لعيبه الاهلي اللي هم بيلعبوا ورا سيرد باكات ان هم كورتهم حلوه، بيعرفوا يمشوا كوره مع الفرقه ويلعبوا كويس. ده بقت نقطه مهمه جدا دلوقتي. عمر كامل. عمر كامل صح؟ صح. الف مبروك يا عمر. الله يبارك فيك يا كابتن، انا متشرف طبعا اللي انا قاعد مع حضرتك. حارس مرمى. ايه رايك في محمد الشناوي؟ انت بتتفرج على محمد الشناوي؟ طبعا محمد الشناوي حارس كبير، كابتننا طبعا وكابتن اكرامي ومثل الاعلى كابتن محمد الشناوي، يعني حارس ما جاش زيه في مصر وكده. خلي بالك محمد الشناوي كان زيكم في قطاع الناشئين في يوم من الايام، وعندي تحدي كبير دلوقتي بقى احسن حارس مرمى موجود في افريقيا كلها. طبعا الكابتن محمد الشناوي من صغره هو تعبان وعندي من كفر الشيخ. طبعا. عمر فتحي، الف مبروك يا عمر. الله يبارك في حضرتك. مركزك ايه قول لي؟ بلعب صانع العاب. صانع العاب، بقى لك كام سنه في الاهلي؟ بقى لي 9 سنين. 9 سنين ما شاء الله، ده يعني انت عندك كام سنه دلوقتي؟ انا دلوقتي عندي 14. يعني 14 سنه، فانت بتتكلم في 14 سنه 9 سنين اكيد يعني عمر كبير. اتعلمت في ايه في 9 سنين في النادي الاهلي؟ اتعلمت ان انا العب بروح التلنة ولازم اتعب في الماتش عشان اجيب مكسب. طموحك ايه ان شاء الله مع النادي الاهلي؟ ابقى لعيب كبير في النادي الاهلي. تبقى لعيب كبير ان شاء الله في النادي الاهلي، ان شاء الله نشوفكم كلكم لعيبه كبيره، وما شاء الله انتوا يعني على المستوى الاخلاقي حاجه جميله جدا، والمستوى الفني ما شاء الله مواهب رائعه، ان شاء الله نشوفكم بتمثلوا النادي الاهلي ومنتخب مصر قريبا. نروح لفاصل، وبعد الفاصل احتفاليه كبيره مع فريق 2006، وفي الاحتفاليه خلي بالكم مكلفين برضو في قناه الاهلي تورته حلوه وكبيره. بعد الفاصل. النهارده عندنا احتفاليه كبيره، احتفاليه استضفنا فيها كل الجهاز الفني وكل لاعبي فريق 2006 المتوج ببطوله دوري الجمهوريه. يا رب دايما الاهلي في افراح وفي انتصارات، كنا من 4 5 ايام السوبر الافريقي، والنهارده بنحتفل بفريق فيه مواهب كتيره داخل قطاع الناشئين فريق 2006. لكن قبل الاحتفال هناخد كلمه من مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الكابتن خالد بيبو، ما شاء الله اللي عامل السنه دي شغل كبير جدا جدا جدا، وفي كمان تنسيق وفي اهتمام وفي تواصل ما بيننا وبينه دايما. كابتن خالد بنبارك لك على البطوله الثانيه 2006، شايف الانجاز ازاي مع فريق 2006؟ بشكرك طبعا يا كابتن سلامه، وبشكر قناه النادي الاهلي ان هي بتضيف اولادنا الصغيرين اللي عملوا موسم هايل السنه دي. وقبل ما اتكلم في اي حاجه طبعا بشكر الجهاز الفني من اول كابتن سيد غريب اللي بنى الفرقه دي السنه دي وعمل مجهود كبير جدا، وسلم المسؤولية طبعا للكابتن أسامة، والاتنين عملوا مجهود كبير جدا، نشكره طبعا اللي عملوه السنة دي. بس طبعا التجهيز كان كبير جدا لسيد غريب من بداية الموسم، وقدر ان هو يكون فرقة كويسة. بشكرهم طبعا، بشكر الأولاد، بقولهم انبسطوا. ودايما اللي احنا بنقوله وانت بتلعب في النادي الأهلي لازم تبقى عارف ان انت عندك مسؤولية كبيرة، وهم قد المسؤولية ان شاء الله. زي ما انت قلت في لعيبة كتيرة وفي مواهب كتير في الفرقة، وان شاء الله يبقوا أمل للنادي في الفترة الجاية. دول هم اولادنا، دول بقى دول اول تجهيز بالنسبه لنا السنه دي. فكنت انا قلقان قوي على البطوله دي وخايف عليها لانهم عملوا جيم كويس قوي. كانت بطوله قويه السنه دي وكانوا ماشيين كويس قوي وكسبوا كل الماتشات، وكانوا فرق كبير جدا في الدور الاول.
الدور الثاني طبعا شويه اتدلعوا شويه، ده طبيعي ولسه صغيرين وهياخدوا الوقت، انما كانت بالنسبه لهم كانت تعليمه كانت مهمه جدا، التجربه كانت مهمه جدا، وان هم يجي لهم فتره كده يعني ما يكسبوش ماتشين فيعرفوا ان الكره مش كلها مكسب، فيها خساره، ازاي تلم نفسك، لموا نفسهم ورجعوا تاني قدروا ياخدوا البطوله، فدي حاجه كانت كويسه جدا. فبشكر كل الجهاز الفني وكل الناس اللي تعبوا مع الاولاد، وبشكرك طبعا على الحفله الجميله دي، ودايما كده ان شاء الله مع بعض. انتوا تعبتوا معانا السنه دي يعني، انتوا ليكم معانا في في الحفله دي، ليكم في التورته طبعا. احنا بنشكرك كابتن خالد، واحنا بنتكلم برضو عن المواهب، وكان الكابتن خالد بيقول بيتكلم عن المواهب معانا يعني صديقي العزيز مستر بروكيتش المدير الفني لقطاع النشيب النادي الاهلي، وتجربه فريده السنه دي ما شاء الله، وعامل برضو شغل هايل مع لاعبي النادي الاهلي ومع الاجهزه الفنيه. مبروك صديقي العزيز. مبروك ألف مبروك طبعا ليك لحضرتك كابتن والناس كلها، طبعا ده انتصار لينا كلنا. يا دوبرني خالد مسلم سيشه فيتيستوي تهوده تيمو يا كراسنا وكاسكو تهو يا كبسا ميا ديال مالاش. هو عايز بس يكمل على كلام كابتن خالد ان فوز 2006 بالبطوله ده يعني ده المفروض اللي يحصل في القطاع الناشئين، الشكل المفروض يحصل في طريقه الشغل في القطاع الناشئين. Týmu jsou výborné vztahy a v průběhu celé sezóny jsem viděl, jak jsou obrovský kamarádský, tráví spoustu času a je to hezký to sledovat. و بين اللاعبين كان في علاقة طيبة وكلهم كانوا بيدعموا بعض وبيتعايشوا مع بعض فترات طويلة، فدي كانت حاجة حلوة إن أنا بتابعها. A co je fantastický je, jakým způsobem trenéři potlačili vlastní ego a všichni pracovali ve prospěch klubu a týmu a díky tomu vlastně dokázali tu soutěž. والحاجة العظيمة ان كل المدربين نحوا الايجو بتاعهم الانانية بتاعتهم الايجو بتاعهم وتوحدنا قوة وكلنا اشتغلنا عشان نجاح القطاع والحمد لله كسبنا البطولة. واحنا النهاردة يعني بنبارك لمستر بروكيتش وبنبارك لكل اللعيبة وكل الاجهزة الطبية والاجهزة الادارية، ودلوقتي بقى فقرة تقطيع التورتة علشان نحتفل بقى. يا ريت يا كابتن خالد تتفضل الجهاز الفني مستر بروكيتش، اتفضلوا اتفضلوا اتفضل يا كابتن خالد. انتوا تتفرجوا تتفرجوا بس مش هتاكلوا. ها برافو برافو بقى الصواريخ بتاعتكم دي. لا 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 ناخد الصوره، ناخد الصوره السيلفي بتاعتنا، الصوره السيلفي زي ما انت زي ما انت.